بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية أشكر الأخوة جميعا للحضور على تشريفي حقيقة بهذا الحضور الطيب، وكذلك أشكر الأخوة القائمين على المكتب التعاوني لترتيب وتنسيق مثل هذه الفعالية الفكرية والفعالية الثقافية والفعالية العقدية، التي أظن في الحقيقة أنها من الأهمية بمكان، لأنها تتصل بأم الحقائق الشرعية وأم الحقائق العقدية، وهو إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى ومناقشة ومدارسة ما يتعلق بأعظم انحراف عقدي يتصور أن يقع من إنسان، وهو إنكار وجود الله تبارك وتعالى. والحقيقة يعني عنونت الفعالية هذه تحت عنوان الدورة، لا أخفيكم أن هذا العنوان قد يضخم، خلنا نقول من طبيعة المادة المطروحة أكبر من طبيعة المادة ذاتها. هي عبارة عن، نستطيع التعبير عن خواطر، عن بعض الماحات، بعض الجوانب المتعلقة بملف الإلحاد، وإلا معالجتها تحت مسمى دورة مفصلة على مجالس متعددة، أظن أنني أعجز عن أن أقدم مثل هذا. ومما يخفف عني حقيقة عبء يعني هذه الحمولة المتعلقة بمناقشة هذا المبحث العقدي، أن الشيخ جهاد الزهراني بالبارحة ناقش بعض المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، فأظن أن الموضوع الذي يقدم بإذن الله عز وجل اليوم سيكون مكملا متمما للمادة التي قدمها الشيخ مشكورا مأجورا. الحقيقة الاهتمام بملف الإلحاد بالنسبة لي شخصيا ابتدأ في سنة 2006 تقريبا ميلادي، والسبب في ذلك أني كنت في مهمة عمل خارج البلد، وفي مدينة في كندا، والمدينة هذه مدينة جامعية واترلو، وعقدت في هذه المدينة الجامعية مؤتمر لحوار الأديان. وما أخفيكم على المستوى الشخصي كانت يعني تجربة جديدة للإنسان، حب أن يخوضها الإنسان، يطلع عن كثب وعن قرب إيش طبيعة هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات، وكيف تدار النقاش بين المتحاورين حول قضايا الأديان. طبعا لما تدخل القاعة للمحاضرات، وكان عنوان المؤتمر يتعلق بالأديان والبعد الأخلاقي، بحيث أن كل أصحاب ديانة يعبرون عن النشاط الأخلاقي المتعلق بدينهم. تجد على المنصة جميع الأديان أو أشهر الأديان الموجودة في حياة البشرية اليوم، تجد الإسلام مسلم يعني معبر عن وجهة النظر الإسلامية، اليهودية، النصرانية، البوذية، الهندوسية، السيخ، الكونفوشوسية، يعني أديان متعددة وكثيرة جدا. الحقيقة اللي لفت نظري على المنصة ليس كل أصحاب هذه الديانات، بمعنى أن باعتبار أن كثير من أصحاب هذه الديانات مفردات العقدية حاضرة في الذهن، لكن كانت مفاجأتي حقيقة كبيرة لما وجدت على المنصة ملحدا ينكر وجود الله تبارك وتعالى. وكانت بالنسبة لي أول تجربة، خلنا نقول تماس أو احتكاك مع القضية الإلحاد بشكل مباشر، بمعنى أن ما كان مسبق الإنسان سابق تجربة أن ضمته غرفة أو قاعة، أو أن يعني خلنا نقول كافح ملحدا يعني وجها لوجه. طبعا قدم الأطروحة المتعلقة يعني اللي حب يقدم المادة المعينة، ثم بعد ذلك يعني من الفعاليات المصاحبة لذلك المؤتمر والملتقى في أشبه المعرض المصاحب، المعرض المصاحب يبيعون فيه جملة من القضايا المتعلقة بالأديان، كتيبات، سيديهات، أشرطة، مواد سمعية، مواد مرئية، وكذلك بعض القضايا التراثية المتعلقة بأصحاب الأديان. يعني على سبيل المثال المسلمين تجد عندهم مثلا ماء زمزم، عندهم بعض السباح، إضافة إلى بعض المواد الدعوية والتعريفية بدين الإسلام. لما كنت أمشي في أروقة المعرض هذا، وجدت زاوية أو جناح معين للملاحدة، وعندهم نفس الشيء المواد التبشيرية بالقضية الإلحادية. وكانت الحقيقة العناوين الإصدارات وعناوين الكتب وعناوين المواد مفاجئة وصادمة للإنسان الذي لم يكن له سابق تجربة، خلنا نقول بالمكاشفة والمكافحة الكثير المفردات العقدية متعلقة بهذه القضية. يعني على سبيل المثال يعني عناوين مستفزة، تجد كتاب عنوانه The Impossibility of God، يعني استحالة وجود الله تبارك وتعالى. تجد يعني تجربة لأحد القساوسة والرهبان النصارى وانتقاله إلى الإلحاد، يعني كيف صار ملحدا، رجل يعني مشهور في الأجواء عندهم اسمه دان باركر مثلا. بل وجدت حتى كتب مؤلفة للأطفال. تفضل. أبشر أبشر أبشر. وجدت كذلك كتب مصنفة للأطفال، كتب مصنفة للأطفال بالتبشير بالقضية الإلحادية للأطفال، ولما يتحدث عن الأطفال يتحدث الإنسان عن 3 سنوات 4 سنوات، كتب مصورة تحاول أن تقرب خلنا نقول القضايا المتعلقة بالإلحاد لمستوى الأطفال، وكانت حقيقة قضية صادمة. تزامن في تلك الفترة، في نفس الفترة في سنة 2006 وجودي هناك، خروج كتاب
كان كتابا مثير للجدل بشكل كبير جدا، وحجم مبيعاته تعتبر حجم مبيعات كبيرة وهائلة بشكل كبير جدا، وهو كتاب The God Delusion، كتاب وهم الإله، لأحد أكبر دعاة الإلحاد في حياتنا اليوم، حتى أنه يعبر في الدوائر الغربية بأن نبي الإلحاد وهو ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز خرج الكتاب، وكان كتاب حقيقة مثير للجدل بشكل كبير جدا في المجتمع الغربي، وحجم مبيعاته كانت حجم مبيعات هائلة وكبيرة جدا، حتى أن يعني في 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 صحيفة أمريكية مشهورة جدا وهي نيويورك تايمز اطلع قائمة أسبوعية بالكتب الأكثر مبيعا، The Best Sellers، للكتب الأكثر مبيعا خلال الأسبوع، ظل هذا الكتاب لمدة أشهر رقم واحد في حجم المبيعات في أمريكا، وظل على القائمة لمدة سنة كاملة، أكثر من مدة سنة كاملة ظل على قائمة العشر الكتب الأكثر مبيعا في سنة كاملة، يعني يحصون الكتب اللي بيعت في الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعده الأسبوع اللي بعده، ويظل موجودا لأشهر رقم واحد، وبعد أشهر نزل يعني، لكنه ظل موجودا في القائمة لمدة تتجاوز السنة، وبلغت مبيعاته أكثر من 4 ملايين نسخة، يعني في فترة تعتبر أو 2 مليون نسخة في خلال 4 سنوات فقط، وترجم للغات يعني متعددة وكثيرة جدا، وبيع منها باللغات الكثيرة ومتعددة نسخ تعتبر كثيرة، يكفي في اللغة الألمانية بيع منها أكثر من 250 ألف نسخة باللغة الألمانية، غير المليونين باللغة الإنجليزية، غير ما طبع منها باللغات الأخرى، حتى يعرف الإنسان حجم حضور هذا الكتاب. ولا شك لما يتعاطى الإنسان مع قضية الإلحاد، فأحد الشخصيات المركزية والمحورية هذا الرجل اللي هو ريتشارد دوكنز، صاحب كتاب The God Delusion، وهم الإله، وله مصنفات ومؤلفات يعني أصدر بعده، ممكن يأتي في ثنايا الموضوع بإذن الله عز وجل بعض القضايا المتصلة بهذه القضية. Amazon.com اللي هي أكبر نافذة لبيع الكتب في فضاء الإنترنت، لما أعلنوا عن أكثر الكتب مبيعا خلال السنة اللي صدر فيها هذا الكتاب، ظل محتلا لرقم واحد في عدة نوافذ موجودة في العالم لأمازون، في بريطانيا، في أستراليا، في ألمانيا إذا ما كنت واهم، وكان رقم 2 يشكل على مستوى Amazon.com يعني عالميا. فلا شك أن هذا أحد الكتب المركزية والمهمة جدا. اللي حصل بعد ذلك أن رجع الإنسان للبلد وبدأ يهتم بهذا الملف ويتابع بعض المسجدات المتعلقة به، وقدر من فضل الله عز وجل مقدرا لذلك أني التقيت بأحد المشايخ والدعاة وطلبة العلم الموجودين في المملكة المهمومين بهذا الملف أيضا، وهو الشيخ عايض الدوسري. والشيخ عايض الدوسري من الشخصيات التي تنبأت بخطورة الإلحاد على مجتمعنا في فترة زمنية تعتبر مبكرة نسبيا، وأصدر مقالة قبل سنوات بعنوان عقول تحت القصف، كان يتحدث فيها أن ترى في رأس جبل جليد قابل في مستقبل الأيام أنه يترشح، وأن ذكر في المقال أن قابل يمكن أكثر من 50 ملحدا سعوديا، وأن المسألة تحتاج إلى طبيعة من طبائع المعالجة حتى لا يتفاقم هذا الداء في يعني حياتي العقدية وحياتنا العلمية، سواء على المستوى العربي الإسلامي أو على المستوى المحلي. وبحكم الارتباط بالشيخ عايض الدوسري، استطاع الإنسان أنه يوجد قناة للتواصل مع بعض الملاحدة الموجودين في المشهد المحلي عندنا. وعلى المستوى الشخصي دخلت في حوارات ونقاشات مع شباب سعودي ينكرون وجود الله تبارك وتعالى على المستوى المحلي، وإنكارهم يعني حتى يتخيل الإنسان طبيعة الإنكار والجحد، يعني لأن حقيقة لما تشاهدهم وتشوفهم لابس الثوب ولابس الإشماء وكذا لا تستطيع تتخيل يعني حجم الإحراف العقد الذي يعصف يعني به، وحتى نبدأ النقاش إن صح التعبير من نقطة الصفر، من نقطة أن ليس ثمة خالق خلق هذا الكون، هم يدعون هذه الدعوة ونحن نقدم دعوة أن ثمة أمر خارج هذا الكون وخارج هذا العالم، خلنا نسمي هذا الشيء قوة، خلنا نسميه سين، سين هو المتسبب في إخراج العالم من عالم العدم إلى عالم الوجود، ثم نحاول أن نطور المسألة هذه إلى أن نصل بهم إلى إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، ثم إثبات الوحي وإثبات صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات صحة دين الإسلام وغير ذلك. وعلى المستوى الشخصي ناقشت يعني مجموعات يعني من شباب ملاحدة محليين، يعني لا يريد الإنسان أن يبالغ بأرقام معينة، لكن يعتبر نسبيا لما يتوقع على إنسان من القدر العالمي انضباط العقدي في المشهد المحلي، يعتبر نسبيا عدد مخوف. والحقيقة هذا المسائل كانت مبكرة قبل ما تتفجر، خلينا نقول بعض القضايا المتعلقة بقضية الإلحاد يعني في العلن وتبرز في فضاء تويتر
وتعرفون تداعيات متعلقة كثيرة جدا بهذا الملف. في الحقيقة قضية الإلحاد ومناقشة الجوانب المتعلقة بملف الإلحاد، ما أخفيكم أن الموضوع معقد، الموضوع له جوانب وشعب متعددة، ومن المربك حقيقة أن يحاول الإنسان أن يلملم ويلخص كثير من القضايا المتعلقة بمختلف الجوانب. ولذلك سأحاول بإذن الله عز وجل في هذه الكلمة أن أركز على محورين أو معطيين يتعلقون بالقضية الإلحادية بشكل دقيق وبشكل مباشر، وهما القضية الأولى ما يتعلق بالتطورات الخطيرة والمهمة المتعلقة بقضية الإلحاد، والجانب الثاني ما يتعلق بالتطويرات خلنا نقول في طبيعة الخطاب العقدي لمجابهة إشكالية الإلحاد، أشياء اقترحها وقدمها لمحاولة الارتقاء بطبيعة الخطاب العقدي حتى نستطيع أن نحجم خلنا نقول أو يعني إن أراد الإنسان أن يكون أكثر تفاؤلا نعدم حضور الإلحاد من مشهدنا المحلي. الحقيقة هذه الكلمات يعني موجهة أصالة للدعاة والمربين وخصوصا طلبة العلم المشايخ المهتمين بالشأن العقدي لمعرفة كثير من التطورات الخطيرة التي حدثت فيما يتعلق بقضية الإلحاد. ونحن يعني حتى تتضح المسألة من بداية الأمر أن نحن أمام ظاهرة إلحادية جديدة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي، له سمات، له محددات، له مرتكزات، له أدوات، له شخوص، له كتابات تختلف بشيء ما عن كثير من الأطروحات الإلحادية التقليدية الموجودة في التاريخ العقدي والتاريخ الفلسفي. وبالتالي التنبه لكثير من التطورات العقدية المتعلقة بالقضية الإلحادية من المهم أن نكون واعين بها حتى نستطيع أن نحسن المعالجة ونحسن تطوير أدواتنا العقدية لمجابهة كثير من المستجدات المتعلقة بالقضية الإلحادية. وما أخفيكم سبب الإلحاح على هذه القضية، سبب الإلحاح على أن ثمة تطورات وثمة تغيرات وثمة تبدلات، وأن نحن أمام ظاهرة إلحادية جديدة. وبالمناسبة التعبير بالإلحاد الجديد هي ليست من التعبيرات الذاتية الشخصية اللي أنا كراصد ودارس المسألة هذه فوصفت خلنا نقول بعد استقراء القضية، لا، القضية حتى في الدوائر الفلسفية والدوائر الفكرية الغربية يسمون الإلحاد المعاصر بسماته ومحدداته كذا بنيو ايثيزم، يعني الإلحاد الجديد، ويجعلون له رموز ورواد وكتابات وأدوات وآليات فعلا اللي يطالعها يعرف تماما أن ثمة فروقات حقيقية موضعية بين الإلحاد بطبيعتها المعاصرة التي نعيشها اليوم ونستطيع أن نؤرخ لها نسبيا ب 11 سبتمبر ونازل، يعني أحد التداعيات لأحداث 11 سبتمبر اللي هو تطوير الخطاب الإلحادي على مستوى المجتمع الغربي، ثم تسربت كثير من الإشكاليات هذه إلى المجتمعات العربية والإسلامية وحتى مجتمعنا المحلي للأسف الشديد. السبب التأكيد على هذه القضية أن اللي لما يطالع الإنسان طبيعة الدرس العقدي أو الكتابة العقدية الموجودة عندنا ثمة قدر من الغفلة عن كثير من التطورات المتعلقة بالقضية الإلحادية. يعني خلني أذكر يعني نموذج أو نموذجين معبرة عن هذه الإشكالية. يعني كثير من الخطابات العقدية محليا لما تتناول قضية الإلحاد لا تكاد تخرج في طبيعة المعالجة عن أحد تصورين يتعلق بالقضية الإلحادية. القضية الأولى أن أو التصور الأول أن الإلحاد ظاهرة تمثل ظاهرة استثناء وشذوذ إنساني بشري، بمعنى وممكن يستجب الإنسان من كتب التراث ما يؤيد هذا التصور، بمعنى أن لم يكن ثمة جسد إلحادي بشري حقيقي. لا تجد يعني كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله ابن أبي العز في الطحاوية وغيره من العلماء والأئمة أن لا يكاد يوجد ملاحدة ولا يوجد من الملاحدة إلا الواحد بعد الواحد. يعني تستطيع تقول أن من مئات الآلاف من البشر في التاريخ الإنساني البشري لم يكد يعني خلينا نقول يوجد ما في نسبة وتناسب موضوعي حقيقي بين عدد الملاحدة في السياق الإنساني البشري وبين عدد المتدينين أو المؤمنين بوجود الله تبارك وتعالى. ولا شك أن اللي يستقرأ المشهد التاريخي فعلا النتيجة هذه متحصلة متحققة بشكل كبير جدا، لكن من المعاني التي ينبغي أن نلاحظها أن نحن أمام تطور جديد يتعلق بالقضية الإلحادية. لا، التاريخ المعاصر اليوم مختلف عن السياق التاريخي العقدي للحياة الإنسانية والبشرية. اليوم ثمة تجمعات حقيقية تتبنى الفكر الإلحادي، ثمة ظواهر إنسانية بشرية جديدة ما كانت موجودة في السياق الإنساني البشري المتقدم. يعني على سبيل المثال
تجد الآن في الدوائر المجتمعات الغربية من يحدثك أن أنا ملحد وأبي ملحد وجدي كان ملحدا. ترى هذه ظاهرة طارئة في الحياة الإنسانية البشرية، لم يكن يوجد خلنا نقول تناسل لذرية ملاحدة. الآن مثلا عندك تجمعات بشرية تتبنى الفكرة الإلحادية، يعني لما يدرس الإنسان التوزيع الديموغرافي للملاحدة في عالم اليوم سيجد أن ثمة دول يشكل فيها نسبة الملاحدة أغلبية، يعني بعض الدول الشمال الأوروبي تجد نسبة الملاحدة فيها 70-80%، يعني من كل 10 مواطنين موجودين في بعض الدول الغربية ومجتمعات مثل السويد وغيرها تستطيع تقول من كل 10 تقريبا يمكن 7 ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى ويتبنون نظرية من نظريات الجحد لوجوده سبحانه وتعالى. لما تنتقل إلى بعض الدول الأكثر حضورا في المشهد المحلي، يعني مثلا بريطانيا على سبيل المثال أو 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 فرنسا أو ألمانيا، فرنسا على سبيل المثال الملاحدة يشكلون فيها قرابة 30%، ألمانيا يشكلون فيها 40%، أمريكا المتدينة يشكل فيها من نسبة الملاحدة قرابة 9%، يعني بمعنى أن من كل 10 تقريبا عندك ملحد واحد تقريبا. لا شك إن هذا السياق الإنسان البشري يدل على اختلاف جذري أعتقد عن سياق التاريخ المتقدم، وبالتالي من القضايا التي ينبغي نتنبه لها أن الإلحاد لم يعد يعني خلنا نقول ظاهرة استثنائية في المجتمعات الإنسانية البشرية، بل لهم كيانات حقيقية قائمة وموجودة. ويتحدث الإنسان لما يعالج ملف الإلحاد أن تتحدث عن ملايين البشر اليوم الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى ويتبنون نظرة من نظرات الجحد للنبوة أو الوحي أو إنكار يعني اللين والرقيق الإنكار الشكاك لوجود الخالق سبحانه وتعالى. المعطى الآخر أو القضية الآخر أو التصور الآخر الموجود أحيانا في طباع بعض الدروس العقدية أن الظاهرة الإلحادية تمددت مع تمدد الظاهرة الشيوعية ثم انكمشت الظاهرة الإلحادية مع انكماش الظاهرة الشيوعية. هذا التصور كذلك حاضر في كثير من الأدبيات العقدية في تناول الظاهرة الإلحادية، وهذه يعني الإشكالية هذا التصور أن يخلق عند بعض المهتمين بشأن العقدي حالة من حالات الطمأنينة بعدم العبء والاهتمام كثيرا بهذا الملف باعتبار إن, 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 إن الإنسان يناقش ظاهرة خلنا نقول مترحلة من المشهد، ظاهرة منكمشة، ظاهرة خلنا نقول أشبه نذاهب إلى مزبلة التاريخ، في حين اللي أريد أؤكد عليه الآن لا، نحن أمام ظاهرة إلحادية جديدة. الكلام السابق صحيح أن لا شك أن تمدد الظاهرة الإلحادية عالمية مع تمدد الظاهرة الشيوعية وانكمشت مع انكماشها، لكن نحن الآن مع موجة إلحادية جديدة، مع موجة إلحادية جديدة تدعي الملاحظة وتدعي التنبؤ حقيقة. وأذكر يعني في أحد لقاءات ساعة حوار الدكتور فهد السنيدي إنه كان مستضاف الشيخ محمد العوضي، وهو المناسبة استضيف في هذا البرنامج 3 مرات لمناقشة الملف الإلحادي، وهو من الشخصيات المهمومة بهذه القضية، وطرح عليه ذات التساؤل المعبر عن هذه الإشكالية الدكتور فهد السنيدي، قال له ليش أنت مهتم بهذا الملف مع أن يعني هو متصل بالظاهرة الشيوعية وانكمش مع انكماش الظاهرة الشيوعية؟ فأجاب الشيخ وقدم يعني إجابة حسنة في هذا الموضوع. الأسلوب إدارة اللقاء بإذن الله عز وجل يعني حتى يتضح عند الزملاء والأخوة، يعني نحاول بإذن الله عز وجل في الفترة الأولى فترة ما قبل المغرب بإذن الله عز وجل أن نستعرض بعض اللفتات والإلمحات المتعلقة بالمحورين، المحور الأول ما يتعلق بتطورات القضية الإلحادية والملف الإلحادي سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي، والجانب الثاني التطويرات المقترحة للخطاب العقدي لمجابهة إشكالية الإلحاد بين المغرب والعشاء بإذن الله عز وجل. يعني إذا عند الإخوة مداخلات أو تساؤلات أو استدراكات على المادة البحثية اللي قدمت فالصدر حقيقة واسع لسماع كل ما لدى الإخوة مما يتعلق بهذا الشأن. فيما يتعلق بالمحور الأول ما يتعلق بالتطورات المتعلقة بالملف الإلحادي، زي ما ذكرت في بداية الموضوع أنني أريد أن أناقش التطورات المتعلقة بالقضية الإلحادية، وأريد أن أدرس أو نضع يعني خلنا نقول تحت مشرحة الدراسة ما يتعلق بالإلحاد الجديد، ولست عابئا هنا كثيرا بالدراسة التاريخية لظاهرة الإلحادية. لن نجد يعني خلنا نقول محاولة الرصد التاريخي لأول من ألحد في التاريخ الإنسان البشري، يعني في تاريخ الفلاسفة تطورات الإلحاد في الملف الفلسفي وتمرحلاتها خلنا نقول في التاريخ الأوروبي وتمددها مع الظاهرة يعني مع التنوير الأوروبي، أو هل ثمة وجود الإلحاد في التاريخ العربي الإسلامي. تركيزي بشكل كبير جدا هو حول حركة الإلحاد الجديدة والنيو أيثيزم. من السمات وبنستغرق الآن بذكر أهم التطورات، من السمات
الجوانب التميز في طبيعة الخطاب الإلحادي المعاصر اليوم اللي هو الحرص على الدعوة للإلحاد والعدائية والعصبية المفرطة في هذا الشأن. يعني لما يدرس الإنسان الظاهرة الإلحادية في التاريخ الإنساني يجد في الجملة أن أكثر الملاحدة لم يكونوا عابئين بالتبشير بالفكرة الإلحادية، لم يكن هاجس الدعوة، دعوة المتدينين لتبني الفكرة الإلحادية هاجس حاضر في نفسية كثير من الملاحدة. أغلب الملاحدة يعني الجسد الإلحادي الأكثر غير عابئ بهذه القضية، عندهم شعور مسيطر عليهم أن يعني في ضوء التصور الليبرالي المنحرف اللي يقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عندهم هذا الحس والهاجس أنه يعني في نهاية المطاف إذا لم يفقه لي عينا المتدين ولم يذكر لي رجلا فشأنه تدينه، يعني يبي يؤمن بوجود خالق، يبي يؤمن بجنة بنار بآخرة، ما الذي يضيرني؟ ما الذي يحفزني خلنا نقول أني أبذل من مالي ولا من جهدي ولا من وقتي حتى أني أدعوه إلى قضية الإلحاد؟ هذا التصور كان حاضر وكان تصور قائم موجود. لما حصلت حادثة 11 سبتمبر، أحد التطورات الكبيرة اللي حصلت ووقعت في العقلية الإلحادية اللي هو وصلوا كثير من الملاحدة إلى قناعة أن الدين لم يعد عاملا محايدا في التاريخ الإنساني أو سياق الإنسان البشري. الدين يعني هم يطرحون طبعا هذا التصور مع التحفظ على هذا التصور، بس أنا بتحدث عن المحرك الذي استفز الملاحدة للدعوة لقضية الإلحاد. رأوا في الدين خطورة على البشرية، رأوا أنه ممكن يمارس باسم الدين أمور معينة ممكن تضر بوجودهم وبأرزاقهم وبمعاشهم، وبالتالي صاروا مستفزين لمجابهة هذا الخطر الجديد. يعني حتى أحد كبار الملاحدة الموجودين في التاريخ الإنسان البشري اليوم اللي هو مؤلف كتاب The End of Faith، نهاية الإيمان، اسمه سام هاريس، أمريكي الجنسية، له يعني عدة كتب وإصدارات مهمة في القضية الإلحادية، أهمها والكتاب المركزي اللي ألفه يعني عقب أحداث 11 سبتمبر The End of Faith، وله كتاب Letter to Extermination يعني رسالة لأمة النصرانية، وله كتاب خرج قريبا The Moral Landscape اللي هو الـ يعني يتحدث فيها عن البعد الأخلاقي، يحاول أن يقدم فلسفة أخلاقية إلحادية. الشاهد في كتاب The End of Faith نهاية الإيمان عبر عن الفكرة هذه صراحة، يقول قبل لحظة 11 سبتمبر لم نكن عابئين بدعوة الغير إلى الإلحاد، لكن رأينا في 11 سبتمبر ما يمكن أن يمارس باسم الدين مما يشكل خطرا على البشرية، وبالتالي انتقلنا من مربع الحياد في الموقف من القضية الدينية إلى مربع الـ عدم الحياد، إلى مربع النقد، إلى مربع الـ نستطيع أن نقول العدائية للفكرة الإلحادية. بعد 11 سبتمبر فعلا يبدأ يتلمس الإنسان مد إلحاد موجود في المجتمعات الغربية وتصاعد وتنامي في طبيعة الكتابات الإلحادية. ولذا تجد مثلا من الظواهر اللافتة للنظر حقيقة خروج عدة إصدارات كتابية بعد 11 سبتمبر تتناول القضية الإلحادية، وظلت كثير من هذه الإصدارات تمثل الكتب الأكثر مبيعا في الدوائر الغربية. يعني كتاب The End of Faith على سبيل المثال نهاية الإيمان كان كتابا حاضرا بشكل كبير جدا في المجتمعات الغربية، وكتابات أخرى متعددة كثيرة ممكن نذكرها في سياق الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. خرجت كذلك أفلام وثائقية، يعني حتى يعرف الإنسان أن فعلا الملاحدة الموجودين في عالم اليوم جادون في قضية وجادين في التبشير بالقضية الإلحادية. ثمة كيانات، ثمة مؤسسات على غرار المؤسسات الدعوية والخيرية التي يعني خلينا نقول كل أصحاب ديانة يحاولون أن يبشر بديانتهم، ثمة كيانات، ثمة مؤسسات خيرية داعية للقضية الإلحادية، داعية إلى دعم ومناصرة الملاحدة في الأرض، داعية إلى الاحتفاء خلنا نقول ورعاية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لكثير من الملاحدة. حتى يعني حتى بذكر أحسن يعني في موطنه بعض اللفتات المتعلقة بقضية تقديم الدعم لكثير من الملاحدة الموجودين في عالم اليوم. ثمة أفلام وثائقية متعددة وكثيرة جدا تتحدث عن قضية الإلحاد وتحاول أن تقرب كثير من مدلولات الإلحاد لشرائع اجتماعية واسعة عن طريق المواد السمعية وطريق المواد المرئية. ثمة إذاعات، ثمة من مثلا من الأشياء اللافتة النظر ثمة كتب شعبية مناسبة لغتها، بعيدة عن اللغة الفلسفية المعقدة، لا لغة شعبية مناسبة
لبث الفكرة الإلحادية في المجتمع الإنساني البشري المختص وغير المختص. يعني خرجت الإلحاد، خرج الإلحاد من إطار النخبوية. كان الإلحاد في التاريخ السياق الإنساني البشري قضية فلسفية، قضية يدار ملفة في الغالب بين الفلاسفة المهتمين بشأن العقدي، أما جمهور الناس جمهور البشرية كانوا بعيدين كل البعد عن التعاطي مع هذا السؤال وهذا الملف. الآن يتحدث الإنسان لا عن كتابات متعددة وكثيرة جدا موجودة في الدوائر الغربية تحاول أن تقرب كثير من المدلولات الإلحادية لعامة الناس. يعني كتاب مثلا في سلسلة كتب طريفة موجودة عنوانها Everything You Know About، ويحطون كلمة معينة is wrong، يعني كل ما تعرفه عن القضية الفلانية خطأ، ويحطون لك يعني قضايا تتعلق. فأحد الإصدارات متعلقة بهذه السلسلة المبسطة خلنا نقول في الترشيح في الدعوة لقضية الإلحاد Everything You Know About God is wrong، يعني كل ما تعرفه عن الله خطأ. مثلا كتاب يعني مثلا Atheism 101، يعني اللي يعرف في الجامعات المادة 101، يعني اللي يعتبر المادة المبكرة المتقدمة للمبتدئين. موجودة كتابات الإلحاد في سؤال وجواب، موجودة يعني كتابات. فالشاهد أن ثمة كتابات يريد مؤلفه من خلالها نشر وسخ الإلحاد إلى شرائح اجتماعية واسعة وكثيرة جدا. مثلا من الأشياء اللافتة للنظر، وهذا ما عنا ذكرته يمكن في بداية المقدمة، أن ثمة كتب بلغت المسألة، أن ثمة كتب مؤلفة للأطفال، ثمة كتب مؤلفة للأطفال بالتبشير للقضية الإلحادية، وكتب يعني غير قليلة. بل الأعجب آخر كتاب أصدره أكبر داعية الإلحاد موجود على وجه البسيطة اليوم ريتشارد دوكنز، هو كتاب موجه للأطفال، كتاب موجه للأطفال بعنوان The Magic of Reality، سحر الحقيقة، How We Know What's Really True، كيف نعرف ما هي الحقيقة وكيف نتعرف يعني على ما هي الحقيقة فعلا. كتاب ألفها أكبر داعية الإلحاد يحاول أن يوصل رسالة الإلحاد إلى يعني خلنا نقول إلى الأطفال في نهاية المطاف. يعني من الممارسات الطريفة التي وقعت في المجتمعات الغربية اللي تؤكد هذه القضية وهذا التغير الكبير في قضية الإلحاد وانتقاله مربع الحياد، يعني خلنا نقول في جانب التعاطي العلمي والجانب الفلسفي إلى مربع العدائية والدعوة إلى قضية الإلحاد. مثلا من ممارسات طريفة في بريطانيا قبل سنوات قليلة ماضية، استأجر يعني مجموعة من ملاحدة الجوانب الباصات الآن عندهم في بريطانيا، وقدر لي زيارة قريبا لبريطانيا، وفعلا هذه قضية حاضرة موجودة بشكل كبير جدا. عندهم باصات متعددة، وسائل التنقل أحد الوسائل الأساسية الموجودة عندهم الباصات. جوانب الباصات في الغالب تؤجر لشركات دعائية إعلانية معينة، تجد مثلا أشياء تتعلق منتجات أفلام أشياء معينة. مجموعة ملاحدة راحوا استأجروا جوانب الباصات هذه للتبشير بالقضية الإلحادية، وضعوا عليها عبارة معينة There is probably no God، ثمة احتمال أنه ليس ثمة إله، Stop worrying and enjoy life، يعني دع القلق وابدأ استمتع في حياتك. يعني الفكرة أن يقولون ثمة احتمال أن ليس ثمة إله، دع قلقك وابدأ استمتع بحياتك. هذه مثلا ففعلا قضيه، انا قصدي قضيه لافته النظر. المتدين لما يمارس هذه الممارسه الدعويه على الاقل متفهم دوافعه، انه ينتظر ما عند الله تبارك وتعالى، يعتقد ان ثمه اخره، انه يثاب على هذه الممارسه. لكن فعلا قضيه تستدعي الدراسه ان ما الذي يدعو خلينا نقول ملحدا يؤمن في نهايه المطاف ان الحياه التي يعيشها هي حياه واحده، وانها منقطعه بموته ولا حياه بعدها، انما هي العدم المحض. ما الذي يستفزه ان يخرج خلينا نقول يعني جنيهات استرلينيه صح تعبير من جيبه في المشهد البريطاني ليستأجر ويمارس مثل هذه الدعوة التبشيرية الإلحادية. فهي قضية فعلا تستحق الدراسة، وأحد المعطيات مصرحة من خلال كثير من الملاحدة أن الدين لم يعد خلنا نقول قضية محايدة بالنسبة إلينا، لا قضية بدأت تحتك مباشرة بكياننا بوجودنا بمعاشنا وغير ذلك المعطيات، وبالتالي لابد أن نبذل في محاربة الفكرة الدينية. ولذا هذا ينقلنا إلى القضية الثانية والخطيرة المتعلقة بطبيعة الدعوة للقضية الإلحادية. الملاحدة اليوم من صح التعبير لا يدعون إلى إلحادهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يجادلون أهل الإيمان بالتي هي أحسن. هذا أحد القضايا اللافتة للنظر حقيقة في طبيعة الخطاب الإلحادي. لا، تجد الملاحدة اليوم شرسين جدا، عدوانيين بشكل كبير جدا في مناقشة الفكرة الدينية. عندهم يعني فعلا ثمة يعني مشكلة
حقيقية. حتى أن معبر في الدوائر الغربية، يعني الدوائر الفكرية الموجودة في المجتمع الغربي، لما يريدون أن يرصدوا ظاهرة طبيعة الدعوة للقضية الإلحادية صاروا يعبرون، وموجودة هذه حاضرة في الأدبيات الغربية، يعبرون عن الظاهرة الدعوية للإلحاد المعاصر أو الإلحاد الجديد بأنها أشبه ميليشيات الإلحاد، يسمونهم Atheist Militants، أن ممارساتهم شديدة العدائية، كأننا أمام، لسنا يعني خلنا نقول دعاة يبشرون بفكرة معينة، بقدر ما نحن أمام ميليشيات تريد فعلا أن تقضي يعني على وجود الوجود الدين يعني في الـ في الـ في الـ في الأرض. يعني خذوا بعض العناوين، خذوا بعض العناوين الدالة على شدة العدائية خلنا نقول للقضية الدينية. مثلا ريتشارد دوكنز داعية الإلحاد الأكبر له سلسلة أفلام وثائقية بثت في قناة الرابعة البريطانية، والسلسلة هذه كان يتضمها عنوان واحد، عنوان واحد، وكل حلقة لها عنوان فرعي يعبر عن روح حلقة معينة. العنوان الناظم لجميع هذه السلسلة كان The Root of All Evil، يعني جذر الشرور كلها، جذر الشرور كلها. زين، والحلقة الأولى The God Delusion، وهم الإله، الحلقة الثانية The Virus of Faith، ثم تتابعت عدة حلقات، يمكن 4 أو 5 حلقات بعد ذلك. لاحظوا العنوان الجامع The Root of All Evil، جذر الشرور كلها، معبر عن يعني نظرة الملاحدة إلى قضية الدين، إن في نهاية المطاف هم يعتقدون أن الاعتقاد بوجود الخالق، الاعتقاد بالوحي، الاعتقاد بالدين هو الذي يشكل جذر الشرور كلها في الحياة البشرية. طبعا أي إنسان يدرس المسألة هذه بموضوعية يعرف أن حتى يعني لو كنا أمام ملاحدة موضوعيين عندهم قدر من العدل، ما يستطيع أنه ينسى كل الشرور الموجودة في التجمعات البشرية الإنسانية إلى معاملة الدين وحده. هذا لا شك أنه في قدر عالي من التجني والظلم، ومع ذلك يمارسون هذا الدور. كتاب آخر لكريستوفر هيتشنز، كريستوفر هيتشنز أحد دعاة الإلحاد الكبار، وعمليا يعني لما تتحدث عن أهم الشخوص المتعلقة بقضية الإلحاد المعاصر، فأنت أمام 4 أو 5 شخوص أساسية موجودة هي لتغذي المشهد الإلحادي العالمي، وتتسرب كثير من أطروحاته في الوسط العربي والإسلامي والمحلي. 4 أو 5 شخوص أساسية، ريتشارد دوكنز يقف طبعا على رأس القائمة، ريتشارد دوكنز صاحب كتاب The God Delusion، وهم الإله، وصاحب كتاب يعني كتب يعني متعددة كثيرة، The Magic of Reality، صاحب كتاب The Greatest Show on Earth، وصاحب أدبيات متقدمة على كتاب The God Delusion، The Blind Watchmaker، عنده كتب متعددة كثيرة جدا، وهو من أكبر الدعاة الداروينيين تعصبا لنظرية الداروين، ومتخصص في علوم بيولوجيا البيولوجيا. مثلا من الشخوص المهمة سام هاريس الأمريكي اللي ذكرت قبل قليل، The End of Faith، صاحب كتاب نهاية الإيمان، صاحب كتاب Letters to Christianity، المختص في مجال الفلسفة ويعني جانب الجهاز العصبي والجانب الدماغي وتعلقه بالبعد الفلسفي. عندك مثلا من الشخوص المهمة كذلك اللي هو كريستوفر هيتشنز اللي بذكر عنوان كتابه، المعبر عن شدة العدائية للقضية الدينية. عندك من الشخصيات المهمة كذلك من دانييل دانيت، أحد الفلاسفة الموجود في المجتمعات الغربية، فيلسوف يدرس في جامعة بوسطن، له كتاب مهم جدا Breaking the Spell، كسر السحر. طبعا كسر السحر يقصد سحر الدين، ويحاول أن يناقش اللي هو أن الدين، العنوان الفرعي الكتاب الدين كظاهرة طبيعية، كظاهرة طبيعية، يعني بيحاول أن يبرر وجود الدين في الحياة الإنسانية البشرية، ليس أمر خارج عنها، بمعنى أن ثمة إله وثمة وحي وثمة رسالة، بقدر ما تشكل الدين في الحياة الإنسانية البشرية قضية طبيعية أفرزتها الطبيعة في نهاية المطاف، أفرزها الإنسان، اخترعها الإنسان لمبررات طبيعية يحاول أن يقدمها. ومثلا من الشخوص كذلك اللي أظنها مهمة كذلك بي زي مايرز، وعنده كتاب A God A Failed Hypothesis، الله فرضية باطلة، وغيرها، لكن هذه الشخوص هي اللي تمثل الظاهرة الإلحادية الجديدة. كريستوفر هيتشنز وبالمناسبة مات يعني بحمد الله تبارك وتعالى قريبا، قبل يمكن سنة ونص تقريبا، ألف كتاب خطير حقيقة، وعنوان الكتاب God is not great، الله ليس عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني حتى لاحظ العنوان مستفز، ونأتي للتعليق حول هذا العنوان في نقطة قادمة لله عز وجل، لكن العنوان الفرعي للكتاب How religion poisons everything، كيف يسمم الدين كل شيء، كيف يسمم الدين كل شيء، نظرته إن 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 جميع السموم التي تعاني منها الحياة الإنسانية البشرية ترى مرجعها في نهاية المطاف إلى الدين. لا شك أن مثل هذا الطابع في التناول للقضية الدينية معبر عن حجم العصبية المفرطة ضد الفكرة الدينية، وحجم العدائية لقضية الدين والتدين. من الـ 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 يعني ثمة أمامي الآن في الأوراق، ما أخفيكم، عناوين كتب
والله لا يتجاسر إنسان مسلم أن يقرأ عناوينها بس، عناوينها لا يستطيع. ولكم أن تتخيلوا أني تجاسرت أني قلت عنوان God is not great، زين، فما بالكم بما يعني بالعناوين الموجودة التي تربط يعني خلينا نقول المفاهيم العقدية بالقذارات بالأوساخ بغيرها، واللي تعبر هذه العناوين حالة شديدة الحنق على قضية الدين. ولذا من الأشياء الطريقة من الأشياء الغريبة الموجودة يعني والمزعجة حقيقة الموجودة في المجتمعات الغربية حجم جرعة السخرية من الفكرة الدينية ومن الإله سبحانه وتعالى وكذا. لذا اللي لو قدر إنسان اهتم بهذا الملف اللي هو قضية الإعلام، الإعلام والسخرية من المفاهيم الدينية، السخرية من الله تبارك وتعالى، السخرية من نبي الله عيسى على سبيل المثال، السخرية من نبينا صلى الله عليه وسلم، السخرية من 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 الدين في نهاية المطاف الفكرة الدينية، سيجد أظن سيجد جرعة كثيفة الحضور خلنا نقول في الـ في الـ في الـ في الإعلام الغربي، وجزء كبير من مرجع السخرية عائد إلى حضور الملاحدة خلنا نقول في القنوات الإلحادية المعاصرة اليوم. يعني أحد الظواهر الجديدة علينا في المجتمع المحلي قضية اللي يسمونه ستاند أب كوميدي، ستاند أب كوميدي اللي هو مع اللي يوقف قدام الجمهور ثم يطلق النكات والأسلوب السخرية، والبرامج الآن اليوتيوبية لتغذي هذه النزعة، ذات يعني ذات الفكرة حاضرة خلنا نقول في المجتمعات الغربية بالتبشير بالفكرة الإلحادية. يجيك شخص ملحد على المنصة ويبدأ يسخر من القضية الدينية ويحاول أن يضحك الجمهور من 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 قضايا التدين، وثمة برامج مركزية، ثمة برامج مركزية بهذه القضية. أنا يعني لست بصدد يعني خلنا نقول الترويج يعني لبعض، يعني حاول الإنسان قدر الإمكان أن يتحفظ عن ذكر بعض القضايا المتعلقة، لكن الشاهد من المسألة أن ثمة سخرية هائلة موجودة في هذه القضية. من الملاحظات التي تتعلق في طبيعة في يعني أو يعني خلينا ننتقل من السمة الأولى الدعوة والعدائية إلى سمة أخرى هي العصبية المفرطة للفكرة الإلحادية. يعني لو درس الإنسان السياق التاريخي لقضية الإلحاد سيجد يعني أو خلينا نقدم بمقدمة نقول الموقف الديني من وجود الله تبارك وتعالى أربعة مواقف دينية ممكنة، يعني من جهة التقسيم، من جهة السبر والتقسيم، موقف الإنسان وجود الخالق سبحانه وتعالى لا يكاد يخرج في الجملة عن أربعة تصورات عقدية. التصور الأول اللي هم يسمونه في الدوائر الغربية ثيس، ثيس هو المؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى، المؤمن بخالق خلق هذا الكون سبحانه وتعالى وله اتصال بالإنسان، بمعنى أنه يسمع دعوات المخلوقين، يستجيب لهم سبحانه وتعالى، يرسل إليهم رسول وغير ذلك. فهذا هو الموقف الأول من وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهو المعبر يعني خلنا نقول عن وجهة نظر المتدينين. المتدينين يتبنون هذه النظرية أو هذه الحقيقة المتعلقة بوجود الله تبارك وتعالى. الموقف العقد الثاني يسمونهم ديست أو الربوبيين. الربوبيين هم اللي يؤمنون بوجود خالق خلق هذا الكون لكن ليس له اتصال بهذا الكون، خلق الكون ثم تركه سبحانه وتعالى، يدير الكون هذا نفسه بنفسه، ليس ثمة خلنا نقول وحي ولا رسالة ولا جنة ولا نار ولا آخرة ولا القضية، ولا يريد الله تبارك وتعالى منا عبادة سبحانه وتعالى، ولا يستجيب لدعواتنا ولا يسمع دعواتنا ولا يعني إنه منفصل. فهذا موقف عقدي آخر موجود يعني في الدوائر الفلسفية الغربية. الموقف العقدي الثالث اللي هم يسمونه أجناستيك اللي هو الملحد الشاك أو نستطيع نقول الملحد السلبي أو لا أدري، اللي يقول لك أنا لا أؤمن بوجود الخالق لأن ما عندي دليل يثبت وجوده، لكن في المقابل كذلك أنا لا أنكر وجود الخالق لأن ليس عندي دليل على إنكار وجوده. هذا موقف آخر موجود في الدوائر الغربية. موقف الأكثر حدية في المسألة هذه يسمونه Atheist اللي هو الملحد الإيجابي، الملحد الذي يعتقد أنه ليس ثمة خالق خلق هذا الكون. ومثلا ذكرت عنوان The Impossibility of God، استحالة الإله، هذا يعبر عن وجهة النظر الرابع والأخيرة. لما يجلس الإنسان السياق التاريخي لقضية الإلحاد سيجد أن ظاهرة الأجنوستيك هي الظاهرة الأكثر حضورا اللي هم اللا أدرية. لا أدري اللي يقول لك أنا لا أثبت وجوده ولا أنكر وجوده، لا أدري هو موجود أو غير موجود. والأقل حضورا في السياق التاريخي هو ظاهرة الإلحاد الإيجابي. اللي يدرج ظاهرة الإلحاد الجديد يجد أن ثمة حالة من حالات التمدد والتوسع لظاهرة الإنكار لوجود الخالق سبحانه وتعالى، الإلحاد الإيجابي على حساب الإلحاد السلبي أو لا أدري. لا أدري وحجم ثمة حالة من حالات الجرعة المفرطة
في خطابات الملاحدة المعاصرين اليوم في إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. طيب هذه أحد النقاط. من النقاط كذلك أو من السمات المحددة للقضية الإلحادية المعاصرة اليوم استعمال أداة الإرهاب، استعمال أداة الإرهاب في الترويج لقضية الإلحاد. يعني من الأدوات الجديدة التي يتك عليها كثير من الملاحدة في الترويج للخطاب الإلحادي هو استعمال أداة الإرهاب في محاولة من الملاحدة اليوم لقلب الطاولة على المتدينين. يعني من الحجاج التقليدية المشهورة في الدوائر الدينية ضد القضية الإلحادية يقول لك، يطرح دائما السؤال الأخلاقي، يعني تخيل عالما لا يؤمن فيه البشر بجنة بنار بآخرة برقابة الله تبارك وتعالى لهم، ما الذي يمنعهم من ممارسة الموبقات والكبائر وأن يقتل بعضهم بعضا وأن يسرق بعضهم بعضا وأن يمارسوا يعني كافة صور الكبائر والموبقات والذنوب وغير ذلك. يعني في يعني قناعة، حتى أحد الفلاسفة الغربيين المتقدمين عبر عن هذا، قال لو لم يكن الإله موجودا للزمنا أن نخترعه، لأن في قناعة موجودة أن لو حرر الإنسان بالكلية عن اعتقاد وجود الخالق سبحانه وتعالى، ما الذي يعني خلنا نقول يحقق في نفسه الانضباط الأخلاقي، ما الذي يوجب عليه، يعني تصير المسألة عقليا، طيب ما الذي يحفزني حقيقة لو استطعت أني أقتل مثلا غيري إذا كان يخدمني قضية قتله أو أسرق ماله وأعرف أنه في الغالب أو يقينا لن يقبض علي، ما الذي يمنعني عن ممارسة القضية هذه؟ المتدين المؤمن يقول الذي يمنعه هو خوفه من الله تبارك وتعالى ومعرفة أن ثمة جزاء في الآخرة وثمة حكم للعادل سبحانه وتعالى في الدار الآخر وغير ذلك. طيب الملحد ما الذي يمنعه من هذه القضية؟ هذه دائما يعني وهو سؤال حقيقة محرج، وممكن نذكر يعني بعض الإلحاحات بعد قليل فيما يتعلق بهذه القضية. لكن الآن من الظواهر الجديدة والطريفة أن في محاولة لقلب الطاولة، قلب الطاولة بمعنى أن يأتيك الملحد ويقول المتدين تخيلوا عالما بلا دين، لن يكون ثمة حروب صليبية، لن تكون يعني خلينا نقول ثمة حروب دينية، لن يسفك دم البشر باسم الدين، لن يكون عندنا 11 سبتمبر، لن يكون ثمة أسامة بن لادن. هذا خطاب يعني خلينا نقول يغذي نزعة عاطفية موجودة في الـ في الـ في الـ في الجماهير الغربية. ولذا من المسجدات حقيقة اللي يتلمس الإنسان في الخطاب الإلحادي المعاصر وتشكل هذه الفكرة، الفكرة المركزية في كتاب The End of Faith، نهاية الإيمان. نهاية الإيمان هذه تشكل أحد الأفكار شديدة الحضور في الكتاب، وشديدة الحضور في كتاب The God, God is not great وطروحات كريستوفر هيتشنز على سبيل المثال وغيرها. وهذه لو درس الإنسان في السياق التاريخي للمساجلات اللي تقع بين المتدينين وبين الملاحدة لا يجد كبير حضور لهذه القضية. فهذه أحد السمات الجديدة، وهذه السمة تستدعي طبيعة من طبع المعالجة لها يعني مستجدة كما أن سجدت يعني خلنا نقول هذا المعطى الجديد. من القضايا كذلك أو من السمات موقع الإسلام من صراع الإلحاد، موقع الإسلام من صراع الإلحاد، وهو من المسجدات شديدة الخطورة والتي ينبغى أن نكون شديدي الوعي بها. إذا درس الإنسان السياق التاريخي لقضية الإلحاد قبيل إلى قبيل لحظة 11 سبتمبر يجد أن الصراع في الغالب كان محدودا على المستوى الديني، بمعنى أن الحاضنة الشعبية التي ترعى الإلحاد، الحاضنة الموجودة في المجتمعات الغربية، حاضنة نصرانية، خلنا يعني ندخل فيها يهودية يعني إلى حد ما، وإن كان الحضور النصراني هو الحضور الأساسي، هو الحضور الأساسي. كان السجال الإلحادي الديني حكر في الغالب بين النصارى وبين الملاحدة، ولم يكن يعني خلنا نقول للملاحدة عابئين كثيرا بقضية الإسلام. ما تجد مفردة الإسلام أو مفردة الله، الله يعني تركوا قاعد الله، أو مفردة الملالي. تلاحظ دائما يقول لك الحين واضح يعني ما أدري ماخذينها ما أدري من الشيعة ما أدري يعني قصتهم، لكن الملاحدة كثير تجد دائما يقول لك إنه لما يبي يعبر عن وجهة نظره يقول لك بريتشرز، بريتشرز معبرة عن الدعاة النصارى زين مثلا يعني، و يعني المسمى الربي أو لها مسمى معين حق اليهودية، وتحصل ملز يذكر لك زي كذا بيعبر عن الروح الإسلامية، إمام تحصل حاضرة في الأدبيات. الشاهد أن المفردات الإسلامية بدأت تتسرب خلنا نقول إلى الخطاب الإلحادي المعاصر، وهذا طبعا نتيجة وتبعت وقوع 11 سبتمبر. يعني لما حصلت حادثة 11 سبتمبر وربط ملف الإرهاب بالملف الإسلامي
قفز الإسلام إلى الواجهة فيما يتعلق بقضية الإلحاد، وصرنا في فوة المدفع الإلحادي، وصار اللي يدرس الأدبيات الإلحاد الجديد يجد القصف الشديد على الإسلام، على الإسلام. وهذه قضية ما كانت حاضرة بشكل كبير جدا في الأدبيات السابقة. ولذا من الكتب اللي ذكرت عنوانها قبل قليل، كريستوفر هيتشنز له كتاب God is not great، God is not great، الله ليس عظيما. ترى هو يتقصد بوضع هذا العنوان مين؟ يتقصد المسلمين، مناكفة لشعار المسلمين. إيش؟ إيش الشعار المناسب للمناكفة اللي هو إيش؟ الله أكبر. يعني هو واضح أن أحد الشعارات المستفزة المجتمع الغربي الله أكبر، فيبي يقول الله ليس أكبر، ليس أكبر، واختار طبعا هذا العنوان، وطبعا عبر عن معنى هذا في الكتاب نفسه، وخصص في الكتاب فصول عن الإسلام، عن الإسلام. سام هاريس لما تتحدث عن استخدام أداة الإرهاب كمنافرة للفكرة الدينية، هو يستخدم النموذج الإسلامي للتعبير عن هذه الإشكالية. شاهد أن القضية شديدة الحضور، شديدة الحضور في هذه القضية. يعني خذوا بس اللقطة هذه العجيبة جدا في كتاب سام هاريس A Letter to a Christian Nation، يعني رسالة إلى أمة النصرانية، عساس بينفر من فكرة دينية. ذكر حادثة، تذكرون الحادثة القديمة اللي ترتب على إثرها فصل الرئاسة، دمج الرئاسة مع الوزارة، اللي حادثة حريق مدرسة البنات في مكة وقضية الهيئة وما نسب إلى الهيئة في ذلك الوقت. تذكرون السجال والمعطيات؟ هذا السجال والمعطيات حاضر في هذه الرسالة اللي ألف هذا الملحد للتعبير عن شوف خطورة الدين، شوف الهيئة اللي هي الشرطة الدينية إيش فعلت وفعلت وفعلت للتنفير عن قضية الدينية. والإشكالية يعني الإشكالية حاضرة يعني في أدبيات سام هاريس. في أحد المناظرات يتحدث عن خطورة الدين، يضرب نموذج طبعا وهو كاذب في هذا، يقول لك أن طالبان، تخيلوا المتدينين في طالبان وكذا، يأخذون موية النار الأسيد ويسكبونها على أوجه البنات الذين يريدون أن يتعلموا، يقول لك شوف خطورة الدين، وليس أي دين، دين الإسلام على الحياة الإنسانية البشرية. ذكرت ملحظ يعني قبل قليل ممكن نذكرها الآن، اللي هو قضية رعاية ودعم، تقديم الدعم المادي والمعنوي للملاحدة. هل تعلمون أن ثمة مؤسسات موجودة في المجتمعات الغربية ترعى المرتدين عن دين الإسلام؟ وغالب من يرتد عن دين الإسلام في الدوائر الغربية يرتد عن الإسلام إلى الإلحاد. ترى قليل جدا التسرب من الإسلام إلى النصرانية أو التسرب من الإسلام إلى اليهودية، لكن ثمة حالات من حالة التسرب من الإسلام إلى الإلحاد. تجد أن ثمة مؤسسات قائمة وحاضرة في المجتمع الغربي، وأنا تابعت ملفات متعلقة ببعض هذه المؤسسات الحاضرة في بريطانيا على سبيل المثال، ممن ترعى الملاحدة. وتجد أن يمكن لا يبالغ الإنسان إن قال أن عامة الدعم إنما يتلقاه المرتدون عن الإسلام، المرتدون عن الإسلام. يعني أحد الشخصيات محتفى بها بشكل كبير جدا في 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 الدوائر الإلحادية الغربية، مرتدة الظاهر والله أعلم جنسيته هولندية وإن كانت أصولها أفريقية، اسمها آية هصري، آية هصري، ولها كتاب خطير جدا في ذم الإسلام، وهي التي شاركت المخرج الهولندي في إنتاج فيلم الفتنة. تذكرون في فيلم مسيء جدا للإسلام، مسيء جدا للإسلام وعلاقة الإسلام بقضية المرأة، وإخراج الفيلم تسبب في قتل المخرج هذا، أن أحد الجزائريين تلقاه في الشارع وطعنه يعني بالسكين وقتله في الشارع. المعاون لهذا المخرج هي آية هصري. آية هصري تتلقى دعما يعني نقول لا بأس به من أحد مؤسسات الراعية للمرتدين التي أنشأها سام هاريس على سبيل المثال، صاحب كتاب The End of Faith. فالشاهد أن أحد القضايا المتعلقة بالاحتكاك الإسلامي الإلحادي في المجتمعات الغربية ظاهرة رعاية المرتدين في 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 هذه القضية، ولا شك أن هذه قضية خطيرة. يعني أختم هذا العنصر وهذه السمة بقضية معبر عن عمق الحنق على الإسلام على وجه الخصوص عند الملاحدة الغربيين. من أطرف الأسئلة اللي وجدتها حقيقة ومسيئة يعني إلى حد بعيد جدا للمسلمين في المناظرات، يعني في الغالب تجد مناظرة تعقد بين مسلم وبين نصراني أو مسلم ويهودي، بين ملحد ونصراني، ملحد ويهودي، وجدت حضور لهذا السؤال في أكثر من مناظرة. من كريستوفر هيتشنز يطرح السؤال على المتدين النصراني، يقول له أيهما تفضل، أنا أكون مسلم أو أكون ملحد؟ يعني كأنه يبغى يضع أمام الرأي، يعني أنه مفروض يعني جواب بدهي،
إيش أفضل؟ إن الإسلام يكون حاضر في المشهد العالمي اليوم ولا الإلحاد يكون حاضر؟ ويطرح سؤال: أيهما أفضل، أن تحكم أوروبا بالشريعة ولا تحكم أوروبا بالديمقراطية الملحدة؟ هذا سؤال حاضر في الأدبيات الإلحادية المعاشة، وهي معبرة عن تصور الإلحاد ونظرتهم إلى قضية المسلمين، إلى المسلمين، إن يعني إن كثير من أصحاب الديانات قابلين للتعايش معهم. وسام هارس في فيث عبر عن هذه القضية بصراحة، قال: عندنا أديان بيقول مسالمة ما عندنا مشكلة كبيرة معها، لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا مع ممثل العنف في الأديان المعاصرة اليوم، الإسلام. يقول: النصرانية كانت هي الممثل الأبرز، تاريخ النصرانية كان تاريخ بشع ومحاكم تفتيش وكذا، لكن يعني بقيت أقول بحمد الله، عاد ملحد يقول بحمد الله، لكن تطوروا نصارى وتهذبت أخلاقهم وصاروا أكثر إنسانية كذا، المعضلاتنا الحقيقية اليوم مع الإسلام، مع الإسلام، وهذه يعني قضية حاضرة. عاد من الطرف أذكر طرح السؤال: أيهما تفضل، أن تكون أن أكون ملحد ولا مسلم على أحد الـ اليهود يعني مناظر، فأجاب إجابة حاول يتهرب بها من ذات سؤال ولا يعطي للملحد ما يريده، قال: أفضل أن تكون مسلما معتدلا، أن تكون مسلم معتدل، بدل ما تكون مسلم راديكالي ولا يعني متشدد. من التطورات كذلك الخطيرة في قضية الإلحاد، ومن سمات للفكرة الإلحادية، الاتكاء على التطورات العلمية، الاتكاء والاستدلال والاحتجاج بكثير من التطورات الموجودة في المجال العلمي الطبيعي التجريبي. ولا شك أن هذه القضية حاضرة في الملف الإلحادي بشكل أو بآخر، ومؤسسة أصلا على علاقة العلم بالدين، علاقة الله تبارك وتعالى بهذا الكون، النظرة المادية خلنا نقول لهذه الحياة الدنيا. لكن في السنوات القليلة الماضية حصلت يعني خلنا نقول جملة من مكتشفات ومعطيات معينة على في مختلف المجالات المعرفية الإنسانية، في علوم البيولوجيا، الجيولوجيا، الفيزياء وغيرها من المعارف والعلوم، ووجد كثير من ملاحدة شبهات وإشكالية تتعلق بهذه العلوم في محاولة الترويج للقضية الإلحادية عبر البوابة البوابة العلمية. يعني قبل يعني قرابة يمكن سنة ونص تقريبا إلى سنتين تقريبا، أحد أكبر الفيزيائيين النظريين في عالمنا اليوم اللي هو ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج أشهر يعني خلينا نقول مختص في مجال الفيزياء النظرية، مقعد مشلول لا يتحرك فيه شيء إلا عينه، زين، وله جملة من مؤلفات الكتب وبعضها مترجم للغة العربية، كتاب من أشهر كتبه، بل من أشهر كتب العلوم الطبيعية التجريبية الشديدة الاختصاص والمناسبة لشرائح اجتماعية واسعة شعبية، زين، A Brief History of Time، تاريخ موجز للزمن، وترجم الكتاب للغة العربية، ثم أخرج كتاب آخر أسهل منه، تاريخ أكثر إيجازا للزمن، وترجم كذلك اللغة العربية، وكتب هذه قديمة. أخرج كتاب قريبا زي ما ذكرت قبل سنة ونص تقريبا سنتين اسمه The Grand Design، التصميم المبهر، كتاب معين. الكتاب الفكرة المركزية اللي دور حول الكتاب إنه يبي يقول في نهاية المطاف إن هذا العالم بقوانين الفيزياء التي تحكمه قادر أن يخلق نفسه، قادر أن يخرج نفسه بنفسه من عالم العدم إلى عالم الوجود. طبعا هذه يعني خلنا نقول فيها إشكاليات يعني خلنا نقول فلسفية وعقلية عميقة جدا، بس بغض النظر القضية إن عندنا مختص في علوم الفيزياء يحاول أن يتخذ من علوم الفيزياء ذريعة لتبرير والاحتجاج للقضية الإلحادية. مثلاً وهي من الإشكاليات في التعاطي مع بعض النظريات العلمية حتى في المستوى الديني، نظرية داروين على سبيل المثال، أجد أن كثير المختصين ومهتمين بشأن العقدي وشأن الشرعي يذهب إلى كتاب أصل الأنواع مثل تشارلز داروين ويناقش المعطيات الموجودة فيه. لا يوجد أعتقد أنا في عالم اليوم من يؤمن بنظرية داروين أو نظرية التطور والترقي كما وضعها داروين في كتاب أصل الأنواع. لا، حصلت تطورات في هذه النظرية، نحن أمام نظرية جديدة يسمونها في الدول الغربية نيو دارونيزم، يعني الداروينية الحديثة، في تطوير كبير جدا. وبالتالي الكتاب أصل الأنواع يمثل كتابا كلاسيكيا في مناقشة نظرية داروين، كتاب تاريخي للنظرية أكثر من معطى علمي حقيقي. وبالتالي تنبهنا ووعينا إلى 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 طابع من طوابع التطور العلمي المتعلق بقضية يعني التطورات العلمية الموجودة ضروري أن نكون متنبهين لها حتى أن تستنفر الأمة خلنا نقول أدواتها العلمية المختصين في المجالات المعرفية الإنسانية البشرية على كافة الصعد المستويات، ليسوا يعني مختصين الشرعيين فقط، هم
الذي يتعين عليه مجابهة الإشكالية الإلحادية، لا، المفترض أن الجهود تستغرق جهود المسلمين كافة من المختصين في مجال الفيزياء، البيولوجيا، الجيولوجيا وغيرها من المعطيات العلمية الطبيعية التجريبية في حياتنا اليوم. ولذا أكثر من يجابه أصلا قضية الإلحاد في الدوائر النصرانية الغربية ترى ليسوا بالضرورة القساوسة والرهبان والمتصلين بالعلوم الدينية. تجد أفضل الكتب المصنفة في الرد على كتب الملاحدة في الدوائر الغربية هم للمختصين في مجالات العلوم الطبيعية، وهذا أمر مبرر. إذا كان خصمك يتكئ على العلوم الطبيعية التجريبية في تبرير الإلحادي، فالطبيعي أنه يتصدى له المتدين المختص في مجال العلم الطبيعي. وهذا يعني مما ينبغي أن يستثمر فيه النظرية التي قدمها وأسسها شيخ الإسلام ابن تيمية، قدمها وعرضها وأوضحها ابن تيمية في التفريق بين الفقيه وبين الخبير، وقضية أن في منطقة عمل يعمل فيها الفقيه وفي منطقة عمل يعمل فيها الخبير، وكثير ما يتصل بملف الإلحاد حقيقة هو ما يتصل بملف الخبير. ويعني بطبيعة الحال نحن بحاجة إلى المهتم بالشأن العقدي لمناقشة بعض المعطيات العقلية والفلسفية والإشكاليات الأخرى للإلحاد. بس الشاهد في الموضوع، أنا بس اللي أريد التنبه إليه أن خلال السنوات القليلة الماضية ثمت تطورات كبيرة جدا في قضايا العلوم الطبيعية التجريبية، وهذه التطورات يحاول كثير من الملاحدة أن يتخذ منها تكأة لتبرير قضية الإلحاد. يعني في سنوات قليلة قريبة ماضية، ويمكن بذكر المعلومة بشيء من التفصيل لكن بس بذكر المها حتى تعرفون إيش اللي يتحدث عنه، ظل الخطاب الديني يتك على فكرة الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين القرد في نقد نظرية داروين، إن ترى أحد الثغرات الكبيرة في نظرية داروين اللي هي قضية الحلقات المفقودة، وأن لا يوجد في علوم الجيولوجيا، لا يوجد في علم الأحافير ما يؤيد النظرية من جهة الحلقات المفقودة بين الإنسان وبين القرد. إذا كنت تدعون أن تطور الإنسان من قرد فمعناته عندنا حلقات مفترض تكون موجودة، وين الحلقات هذه موجودة في الأحافير؟ لا وجود لها، معناته ما في النظرية. ادعى، أنا ما لست بصدد تصويب الادعاء هذا، في إشكاليات علمية حقيقية موجودة في الدوائر الغربية لدراسة هذا المكتشف، لكن يدعي بعض الملاحدة أن اكتشفوا أحفور معينة في الصومال أو أثيوبيا، هذه الأحفور هي تمثل أحد الحلقات المفقودة. وبالتالي يعني خلنا نقول الاستغراق الخطاب الديني في فكرة أن ما في حلقة مع تطور الخصم نحاول يطور الحجة، ينبغي تطور الحجة الحين، لا تناقش في المعطى هذا، هل الحفورة هذه حقيقية؟ طيب لو افترض هل هي دالة ضرورة على القضية هذه ولا ما هي دالة؟ هذه مسألة أخرى. هذا المكتشف في السنوات القليلة الماضية، وبالتالي هذا أحد التكلفات التي تتعلق بالخطاب الديني أن يكون متابعا لكثير المسجدات الموجودة، كون الخصم يتكئ اتكاء أصيل على هذه القضية، من القضايا كذلك الخطيرة المتعلقة بالتبشير بالفكرة الإلحادية الإعلام والترويج الإلحاد، اللي يدرس الإعلام الغربي المعاش اليوم لا تخطى عينه كثرة الإشكاليات وكثرة الممارسات الإلحادية الموجودة في الطبيعة الإعلامية المعاش اليوم. يعني تتحدث عن أفلام علمية وثائقية تبشر الفكرة الإلحادية، تتحدث عن مسلسلات، تتحدث عن أفلام ترفيهية، مسلسلات ترفيهية بعضها مؤسس على فكرة إلحادية وبعضها تتسرب فيها وفي طياتها مضامين يعني إلحادية ومتعددة وكثيرة جدا. يعني من المواقع الطريفة النصرانية، في مواقع نصرانية متدينة تقيم ما تنتجه هوليوود من أفلام، تقيمه في ضوء عدة معايير، يعني المعيار الأخلاقي، قضية حجم العري الموجود، حجم البذاءات اللفظية الموجودة، يعطيك عدة معايير. من ضمن المعايير المحددة لخطورة الأفلام حضور القضية الإلحادية، إنكار وجود الله عز وجل، الترويج، نظرية داروين، يعطيك عدة معايير. وفعلا لما يتابع الإنسان التقارير اللي تصدر مثل هذه المواقع يجد أن يعني خلنا نقول بعض المسلسلات وبعض الأفلام شديدة الحضور في المشهد العالمي. وكثير لما يتحدث الإنسان مسلسلات وأفلام أجنبية، نحن نعلم أن عندنا قنوات خلنا نقول في الوطن العربي تتسرب يعني خلنا نقول كثير من الأفلام الغربية إلى المجتمعات المحلية عندنا، وثمة إرادة لتغريب المجتمع عبر الأداة الإعلامية، وهذه قضايا معلنة ومصرح بها في كثير من الوثائق المسربة مثل وثائق ويكيليكس، وعندنا يعني مجموعات يعني قنوات إعلامية تدار يعني خلنا نقول وتمول من خلال شخوص يعني في مجتمعات محلية، وكثير من هذه الأفلام تعرض على المسلمين وعلى مجتمعنا المحلي بالمجان، في حين أنها لها تكاليف وأعباء مالية الموجودة في الخارج. كثير من هذه الأفلام
تمثل يعني أحد جوانب الخطورة التي تمثلها اللي هو تسريب المضامين الإلحادية. وطبعا تعرفون أن مشكلة الأساليب واستخدام الأداة الإعلامية المتعلقة بجوانب الترفيه أن كثير من المضامين إذا تحدث عن مضامين الإلحادية والمضامين الفكرية بشكل عام تتسرب بلا شعور من المتلقي, بلا شعور من المتلقي, وتكون أدواتها خلنا نقول الصادة لهذه القضية في مستويات متدنية باعتبار أنه ليس أمام فكرة يكون مستفز فكريا ليناقشها بقدر ما هو أمام عمل ترفيهي معين يكون مسترخي أمام هذا العمل الترفيهي ممكن يتلقى بعض الإشكاليات وبعض المفاهيم متعلقة من غير ما يشعر. عندك يعني من التقارير المذهلة حقيقة أن عدد الممثلين والممثلات الموجودين في مجتمعات كبار الممثلين والممثلات المشاهير في العالم, طبعا نتحدث عن العالم الغربي بشكل أساسي, هم من الملاحدة وكثير منهم حريص على تسريب بعض المضامين الإلحادية فيما ينتجه ويخرجه من الأفلام. وتحدثت أنا عن حجم الجرعة, جرعة السخرية والهزء من القضايا الدينية, من وجود الله تبارك وتعالى, من عيسى عليه الصلاة والسلام, من فكرة النبوة, فكرة الوحي في الأفلام والمسلسلات الغربية. وما أريد الاستغراق بذكر النماذج والأمثلة, وإلا النماذج والأمثلة الحاضرة في هذا الشأن يعني متعددة وكثيرة جدا, وهي يعني بعض هذه المحاور يعني تستحق دراسة علمية مفردة في هذه القضية. إن واحد يتخصص مثلا في الإعلام أو أيا كان إنه يرصد هذه الظاهرة مثلا سواء في الأفلام الغربية أو الأفلام الشرقية أو مدى حضورها مثلا في الأعمال الروائية محليا, يعني أعمال الروائية المنتجة في الوطن العربي بشكل عام أو بعض الأعمال الروائية للأسف الشديد المنتجة عندنا في المشهد المحلي. السمة الأخيرة أو القضية الأخيرة المتعلقة بالمحور الأول اللي هو تطورات الملف الإلحادي, وهي قضية تتعلق بشكل أكبر أو بشكل أكثر خصوصية بالمشهد المحلي, وهي قضية قرب موارد الإلحاد من شبابنا. ترى المجتمع اللي نعيش فيه بحمد الله تبارك وتعالى يعني كان مجتمعا مصانا من كثير من الإشكاليات والانحرافات العلمية والعقدية اللي كانت تعصف بالمجتمعات الموجودة خارج هذا المجتمع. مر بمجتمعنا نعرف من خلال أدوات الاتصال الحديث وأدوات التقنية وغيرها, مر بأطوار معينة حصلت حالة من حالات الانفتاح شديدة, يعني عندنا حالة من حالات الانفتاح الشديدة قربت بشكل كبير جدا كثير من القضايا والإشكاليات المتعلقة بالملف الإلحادي, بحيث أن تسربت كثير من هذه الإشكاليات إلى المشهد المحلي. المشهد المحلي لم يعد يعني خلنا نقول عائق كبير كون هذه الإشكاليات موجودة في المجتمع الغربي أن يعني الإنسان يعني يكون عنده طمأنينة أن يتسرب المشهد المحلي. لا, الآن يستطيع إنسان أن يصل لكثير من هذه الموارد الإلحادية بما بيقول بكل يسر وسهولة, لكن القضية فعلا شديدة السهولة شديدة الحضور. ومن الأشياء يعني اللي كانت فترة من فترات تخلق عندي حالة من حالات الطمأنينة, يعني أنا كنت مهتم في الملف 2006 تقريبا وكنت مستشعر أن ثمة معوق أساسي لتعويق حركة الإلحاد وتسربها إلى المشهد المحلي وهو عائق اللغة. يعني كان عندي حالة من الطمأنينة أن بحمد الله تبارك وتعالى جمهور شبابنا في نهاية المطاف لا يتقن اللغة الإنجليزية, وبالتالي لما يتحدث الإنسان عن كتاب The God Delusion وهم الإله ولا كتاب God's Not Great كريستوفر هيتشنز ولا Breaking the Spell ولا The End of Faith ولا الكتب هذه, صحيح تشكل حالة قلق بالنسبة لي أقرب اللغة الإنجليزية, لكن لما يفكر الإنسان بقدر من العقلانية يجد أن يعني إيش بيجيب قصة The God Delusion خلنا نقول لشبابنا كيف تسرب الإشكاليات والشبهات اللي بثت في هذا الكتاب إلى مشهدنا المحلي. كان عائق اللغة أحد العوائق اللي كانت تشكل عندي نسبيا حالة من حالات الطمأنينة, حالة من حالات الطمأنينة في هذه القضية. بذكر لكم قصة يعني أزالت عني حالة الطمأنينة وهذا الوهم متعلق بهذه القضية. أحد الزملاء اتصل بي مرة وقال أبغاك في أمر مهم. ففعلا رتبت معه لقاء والتقيت وكذا. فكان الأمر المهم اللي كان يريد أن نتناقش حوله أن جاء يعني كان بداية النقاش بشكل الآتي, أن اكتشفوا الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين القرد, زين يسمون طبعا المكتشف هذا أردي, اسمه مطول أردي بس يختصرونه أردي, يعني عبارة عن يعني خلنا نقول يعني تقريبا وتبسيطا في الدعوة الموجودة في المجتمع الغربي أو المكتشف أن عن قرد يمشي على قدمين,
يعني الفكرة الأساسية أن الإنسان في يعني في بخلاف جميع الحيوانات الموجودة في المملكة الحيوانية يتميز بجملة من الخصائص. من أهم الخصائص أن يمشي على قدمين، يمشي على قدمين، هذه خصيصة أساسية يتميز عن كافة الحيوانات. الحيوانات البقية لا تمشي على قدمين، جمهورها يمشي على أربع. القضية الأخرى يعني مثلا من تميزات الإنسان قضية الإبهام وحركة الإبهام. ترى القردة حركة إبهامها على خلاف، وهذا الإبهام هو أحد المعطيات التي جعلت الإنسان قادر على أنه يقبض ويمسك ويطور، خلنا نقول الأدوات استعمال، يسوي لها سكين، يسوي لها رمح، يعني يقبض على الأشياء. ومن الأشياء المميزة كذلك في الإنسان حجم الجمجمة، حجم جمجمة الإنسان اللي تستطيع تستوعب حجم الدماغ البشري، حجم الدماغ البشري، يعني حجم جمجمة الإنسان بالمقارنة إلى مجموع حجمه، حجم دماغه إلى مجموع حجمه، لا شك أنه يعتبر كبير، يعني كبير ما يتخيل حجم كبرى بالمقارنة لبقية المملكة الحيوانية، إلى بقية المملكة الحيوانية. وحجم ما يستهلك الإنسان من الطاقة خلنا نقول لتشغيل الدماغ يأخذ يعني نقول حصة كبيرة جدا من الواردات الغذائية، خلنا نقول الواردات الغذائية التي يغذى الإنسان وينتج من خلالها الطاقة. يعني هذه خصائص. الدعوة اللي اكتشفت، الدعوة اللي اكتشفت إن حصلوا أحفور معينة، تركيب حوض هذه الأحفورة يدل على أن هذا المخلوق كان يمشي على قدمين، وحجم الجمجمة حقته صغير بحيث لا يستوعب الدماغ البشري. زين، فصرنا الآن عبارة كأنه بيقولون أمام بدي إنسان لكن دماغ قرد، وبالتالي هذه هي أحد الثغرات أو أحد الفراغات الموجودة في نظرية داروين، استطعنا بالمكتشف العلمي الحديث أن نسدها. طبعا تناقش مع الأخ وكنت بحمد الله تبارك وتعالى مطلع يعني إلى حد ما تفصيلا على بعض التقارير متعلقة بهذا المكتشف، وأن ترى المكتشف أصلا في حالة جدل في طبيعة المكتشف نفسه، باعتبار أنه هم اكتشفوا يمكن ثلث الأحفورة وحاولوا يتخيلون بقية الأحفورة بناء على المعطى اللي كان موجود، وبالتالي في حالة تشكيك أصلا في طبيعة الأحفورة المكتشفة. من المعطيات الأساسية اللي كنت أناقش في ضوئها هب أن الأمر صحيح، ترى ليس عند المعارضة الدينية أو عقدية مع قرد كان يمشي على قدمين وانقرض في سالف الدهر، يعني لا يؤيد هذه النظرية نظرية داروين كون إن ثمة قرد يمشي على قدمين. الذي يؤيدها حقيقة ويكون حجة تستحق المجادلة ومناقشة إن أثبت لي إن هذا القرد أتى من نسل القرود ومن نسله جاء الإنسان. لكن الإشكالية الآن اللي قاعد يحصل في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في هذا المكتشف إن قاعدين الناس الداروينيين ينظرون للمكتشف من خلال نظار داروين. يعني لما تنظر للمكتشف عبر نظار داروين بتقول حصلت الحلقة المفقودة. طيب جرد نفسك من النظري النظارة تجد أن قصارى ما اكتشفته قرد يمشي على قدمين. طيب قرد يمشي على قدمين ثم انقرض، بالنسبة إلي ليس مشكلة كبيرة، ليس معضية يعني علمية تصحح أو تصوب هذه القضية. يعني لاحظ إذا 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 قيل لإنسان أن ترى حجم التطابق الموجود بين الدي إن إيه يعني شفرة الوراثية للقرود وشفرة الوراثية للإنسان 98%، بالنسبة لي شو الإشكال؟ ترى في بعد حجم من التطابق موجود بين الإنسان وبين الصرصور، يعني مذكور ما هي يعني ما ليست قضية مع حتى مع الحشرات، حتى مع النباتات في حجم من التطابق الموجود. لكن لما تنظر للحدث أو المكتشف عبر نظارة داروين بيقول لك 98 فرق بس 2% معناته أن فعلا هذا له صلة بهذا، وطبعا بطبيعة الحال ليس الأمر صحيحا. القضية ما كانت طبعا متوقفة بالنسبة لي عند هذا الحد، مهم بالقضية عندي المكتشف وطبيعة المكتشف ما كنت أناقش الأخ، وثمت يعني خلنا نقول معطيات علمية كثيرة بس بصدد الآن تفصيل ذكرها. كان الأمر اللافت للنظر لي حقيقة أن الأخ أعرف أنه لا يتقن اللغة الإنجليزية، وأعرف أن ترى يعني هذا مكتشف حديث نسبيا، وما أعرف أنه كتب فيه تقارير باللغة العربية. بل الأكثر طرافة، يعني خذوا هذه اللقطة وإن كانت النقطة الأكثر طرافة، قناة الجزيرة لما بثوا هذا المكتشف في أحد التقارير في أحد الأخبار، موجود المقطع في اليوتيوب من قناة الجزيرة، بثوا هذا المكتشف وحاولوا يوظفوا هذا المكتشف لنقضي الدار. يعني قالوا الآتي، قالوا الجزيرة طبعا هذا أنا أعتبره حالة من حالة التلبيس، شديدة التلبيس، أن ذكروا أن اكتشفوا زين القرد آردي وكذا كذا، وهذا يبطل يعني دعاوى الداروينيين وكذا. طبعا هذا أنا أعتبره كذب، كما يقال كذب محض، ليس صحيحا. هو القضية بس اللي صحح وصوب، يعني كان عندهم
طبيعة التناسل يعني خلينا نقول يعني أو طبيعة الحلقات الموجودة بين الإنسان وبين القرد كانت ماخذة منحى معين، كان عندهم شيء اسمه لوسي، ثم اكتشفوا لا أن أرضي أقدم ويعطي معطى مختلف وكذا، فهو صوب شيئا ما في النظرية، لكن ليس يعني خلينا نقول التصويب دال على إبطال ما كانوا يعتقدون، هذه القضية الأساسية. فكان تقرير حتى للنقل المسألة باللغة العربية تقرير مشوه، تقرير مشوه وملبس وتقرير خاطئ كل الخطأ، يعني قصدي هذا قصار اللي كان متسرب للمشهد العربي. الأخ هذا كيف استطاع أن يصل إلى طبيعة المكتشف هذا؟ فسألته قلت له يا أبو فلان، يعني أنا سؤالي الأهم ليس هذا، سؤالي الأهم كيف عرفت القصة كلها؟ فقال لا، بثينا قناة ناشونال جيوغرافيك. طبعا لك اللي بثينا قناة ناشونال جيوغرافيك، قلت له يا فلان ناشونال جيوغرافيك ايش قصتك مع ناشونال جيوغرافيك؟ يعني الـ ما تعرف انجليزي، وفيلم وثائقي باللغة الانجليزية. وطبعا هو بث يعني اول شيء نشر التقرير في مجلة ناشونال جيوغرافيك باللغة الانجليزية، وانا اشتريت نسخة من هذه المجلة من مكتبة جرير عندنا يعني محليا طبيعة المكتشف، وقريت المكتشف من المجلة، ثم طالعت البرنامج الوثائقي وكان موجود في اليوتيوب. فقلت له فلان انت يعني كيف فهمتها باللغة الانجليزية؟ قال لا مترجم، ذكر لي مترجم. فهنا كانت الصدمة بالنسبة لي، صدمة انه مترجم. ثم فوجئت لما بديت اتابع الملف هذا ان عامة الافلام الوثائقية للاسف الشديد مترجمة اللغة العربية، عامة الافلام الوثائقية الالحادية مترجمة للغة العربية، وانت تتعامل اشبه كانك تتعامل مع مؤسسات، الله اعلم يعني مؤسسات مهمومة معنية بهذا القضية. انت تتحدث عن عشرات الافلام الوثائقية المعربة المترجمة للغة العربية. يعني لما تكلمت انا عن فيلم وثائقي مثلا The Root of All Evil، سلسلة ريتشارد دوكنز Gods مثلا The God Delusion وهم الاله، او The Virus of Faith فيروس الايمان، هذه افلام وثائقية مترجمة للغة العربية. مناظرات بين الملاحدة وبين المتدينين مترجمة للغة العربية، محاضرات يقدمها الملاحدة مترجمة للغة العربية. فاتضح تماما عندي ان 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 التعويل عن معامل العائق اللغوي لم اكن مصيبا مطلقا فيه، لا القضية كانت تستدعي بس فترة زمنية معينة هي التي ستطور خلينا نقول المشهد بما لا يسرنا. يعني موقف اخر يؤكد هذا المعنى اللي ذكرته قبل قليل، كنت في معرض الكتاب في احد السنوات القليلة الماضية، وكنت ادور في اروقة المعرض، ودرت ووقفت عند دار الساقي، وجدت كتاب عند دار الساقي مترجم اللغة العربية عنوانه الجينة الأنانية. الجينة الأنانية، طيب الجينة الأنانية باللغة الإنجليزية The Selfish Gene. هذا الكتاب هو كتاب كلاسيكي في التبشير والدعوة إلى الداروينية الحديثة، الداروينية الحديثة جيد، ومؤلف هذا الكتاب هو ريتشارد دوكنز داعية الإلحاد الأكبر الموجود في العصر الحديث. ما أخفيكم أول وهلة وقع في هذا الكتاب يعني اعتراني حالة من حالة الرعب، اللي وجه بوصلة دار الساقي أن تترجم كتاب ذا سلف الجين، الجينة الأنانية، ما الذي يمنعها في مستقبل الأيام أن تترجم الكتاب الأكثر إثارة للجدل اللي هو كتاب The God Delusion وهم الإله؟ ثم اكتشفت للأسف الشديد أن كتاب The God Delusion مترجم اللغة العربية، بل وجدت أن في كتب الحادية كثيرة جدا مترجمة إلى اللغة العربية. فشاهد أن أحد المعطيات الأساسية التي ينبغي أن نكون متنبهين لها أن عائق اللغة ما عاد عائقا. حالة الانفتاح الموجودة سربت كثير من مضامين الإلحادية باللغة العربية، وليتابع ملف اللغة العربية وقضية الإلحاد أن تتحدث عن منتديات إنترنتية إلحادية باللغة العربية، تتحدث عن معرفات في فضاء تويتر، تتحدث عن شخوص الآن بدأت تبرز للمشهد العربي كممثلة للظاهرة الإلحادية، وقريبا مثلا يعني على سبيل المثال قريبا في قناة 25 يناير قناة الإخوان في مصر عقدت قبل عيد الأضحى القريب الماضي، عيد الأضحى اللي يعني كم الحين شهر تقريبا قبلها، ثلاثة حلقات تشكل أول مناظرة عربية بين ملحد ومسلم، الدكتور عمرو الشريف وبسام البغدادي مترجم كتاب The God Delusion وهم الإله ريتشارد دوكنز بإدارة الدكتور فاضل سليمان. واللي يتابع يعني ومهتم بالقضية هذه يتابع بعض هذه المعرفات يعرف أن الكيانات ليست موجودة في كيانات افتراضية، لا لها كيانات حاضرة في الحقيقة والواقع. تجد في عرب ملاحدة يحاولون أن يرتبوا لمجموعات الإلحادية في الوطن العربي، يعني تجد مثل بسام البغدادي يعرض رقم جواله ويقول أن عندنا مجموعة إلحادية موجودة في قطر، اللي يبغى ينضم إليها
يتواصل معي وأنا يعني أتواصل في العراق عندنا المجموعة الفلانية، عندنا في المنطقة الفلانية، عندنا في المنطقة الفلانية. فالشاهد أن ثمة إرادة من أطراف معينة تشكيل بعض القواعد الشبابية للحادية. طبعا المسألة يعني لا أريد يفهم أنه مبالغة وأن يعني يدق الإنسان أجاس الخطر بشكل كبير جدا، لكن هي مسألة حقيقة تستدعي الدراسة، تستدعي الملاحظة، تستدعي التنبؤ إليها، حتى يعني لا نندم ولا تساعة مندم. يعني لا ما ليس القضية أن يترك الإنسان القضية هذه تتفاقم بعدين نحاول أن نعالجها، لا، نحاول أن نقدم محصنات الضمانات ألا تتزايد هذه الإشكالية في المشهد. من المعطيات الأساسية المتعلقة بقرب موارد الإلحاد من شبابنا ظاهرة أعبر عنها بالأسلوب الآتي، وتلمسها بالاحتياط مع كثير من الشباب السعودي عندنا وخاصة الشباب المتعاثين. جزء من المأزق الذي يرشح يعني خلنا نقول لحالة من حالات الارتباك العقدي لكثير من شبابنا هي الحالة الآتية، إن أريد تدقيق في العبارة. مشكلة الشاب السعودي يعني بين قوسين إن عنده ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هو عليه، عنده ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هو عليه، ولما أقول ما صحة ما هو عليه يدخل في إطاره الإسلام. يعني عند شبابنا عندهم من الثقة الكبيرة جدا بصحة دين الإسلام وأنه الدين الحق، زين، ما يدفعهم إلى توهم، إلى لون من ألوان الغرور المعرفي، يدفعهم إلى توهم أن أنا قادر أني أنفتح على أي فكرة، ما عندي أي مشكلة، أقدر أقرأ أي شبهة أي إشكال، أنا عندي من يعني خلينا نقول من الثقة والإيمان بالله تبارك وتعالى ما لا يزلزل كيان أي شيء، أنا قابل، وهذا ظاهر موجود في المتعاثين، أنا قابل بشكل كبير جدا أن أروح أتجادل مع أكبر رأس ملحد ونصراني يهودي أي شيء. هذه ظاهرة موجودة في القضايا المتعاثين. المشكلة هي في الكلمة الموجودة في هذه العبارة، أن عنده ثقة بين قوسين عمياء، حط خط تحت عمياء، يعني بمعنى أن هذه الثقة ليست ناشئة عن تأصيل معرفي حقيقي، هي ثقة صحيح، ثقة مورثة، ثقة يعني خلينا نقول موجودة لأنه عاش في مجتمع وربي على هذه المعاني، لكنها ليست ثقة ناشئة عن تأصيل معرفي، عن تأسيس علمي عقدي حقيقي بحيث أن فعلا يستطيع أن يدفع بما عنده من العلم كثير من إشكاليات وشبهات. ولذلك وجدت كثير من الشباب بمجرد ما تعرض له أدنى إشكالية متعلقة بقضية الإلحاد أو غيرها تجد أن أشبه يتزلزل كيان العقدي. بعضهم لا يلحد لكن تحس فعلا نبرة الارتباك ظاهرة في كلامه، مرتبك يعني، ويحس بحالة من حالات التخوف، وكيف نرد عليهم، يعني عنده مشكلة حقيقية. والأكثر إغراقا وإشكالا في المشكلة لا يترك التدين جملة تفصيلا، يترك الإيمان ويترحل عنده لأجل شبهة واحدة. والله العظيم كنت أتناقش مع بعضهم، الشبهة اللي يطرحها عليك شبهة في غاية السذاجة، ليست شبهة يعني خلينا نقول علمية محققة تستدعي أن الإنسان ينقض هذا البيان العقدي الإيماني، بناء العقد الإيماني، ويترحل إلى ذلك الموقف. ولذلك أعتقد من القضايا الأساسية واللي وهو مدخل مناسب للدخول إلى المحور الثاني، أن نحن بحاجة إلى يعني تطوير أدواتنا العقدية وخطابنا الدعوي والعقدي بحيث نستطيع أن نحصن الشباب من الانزلاق والانجرار خلنا نقول للقضية الإلحادية، خصوصا مع معطيات الانفتاح اللي تحدث عنها يعني قبل قليل. ولما يتحدث عن ظاهرة الإلحاد ترى الظاهرة التي يعني بدأت تبرز عندنا في المجتمع محليا هي ظاهرة بارزة ترى في المجتمعات العربية بشكل عام. لما يتحدث الإنسان مع بعض الزملاء مثلا مهتم بهذا الملف في المشهد المصري ترى يعني ثمت كذلك إشكاليات، المشهد المغاربي، مشاهد يعني متعددة وكثيرة جدا. فيستدعي يعني التطوير طبيعة الدرس العقدي أو الكتابة العقدية بحيث أن تضع في تصورها أو ذهنها هذا المعطى الجديد. ما يتعلق بالمعطى الثاني والمحور الثاني وهو تطوير الخطاب العقدي لمجابهة الإشكالية الإلحادية، اللي أعتقد ابتداء كمدخل أساسي مهم لمعالجة هذه النقطة أنه لابد أن يكون لأمة الإسلام مساهمة جادة وفاعلة وحقيقية في معالجة مشكلة الإلحاد، ليس على المستوى المحلي ولا العربي ولا الإسلامي فحسب، بل على المستوى العالمي ككل. يعني في نهاية المطاف لما يتحدث الإنسان عن قضية الإلحاد أو عن الملاحدة الموجودين في الأرض اليوم، مسلمين يعني منتسبين إلى الوطن العربي الإسلامي أو خارج هذا السياق، فأنت تعاطى مع أمة من أمم الدعوة التي كلف الله عز وجل أمة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى دين الإسلام. يعني
خلنا نحاول أن نبرر لماذا ينبغي علينا, لماذا يتعين علينا, لماذا يتوجب علينا أن يكون لنا فاعلية حقيقية في مناقشة قضية الإلحاد. المعطى الأول أن هذا جزء من الرسالة الدعوية التي ينبغي أن نتحملها والتي حملنا الله تبارك وتعالى إياها, أن ندعو الناس إلى الإسلام, ومن ضمن الناس الذين ندعوهم إلى الإسلام هم الملاحدة. القضية الثانية المبررة لهذه القضية أن عندنا شرائح مسلمة أو إسلامية متعددة وكبيرة جدا موجودة في الدوائر المجتمعات الغربية, وهي شديدة الاحتكاك والصلة بالملاحدة موجودين في المجتمعات الغربية. يعني أحد المعطيات الأساسية التي يعاني منها ليس المبتعثين فحسب, بل تتحدث عن الجاليات المعبر عنها بالأقليات الموجودة في المجتمعات الغربية, هي عرضة للذوبان العقدي في هذه المجتمعات, في هذه المجتمعات. وأحد الإشكاليات العميقة التي تعصف بأبناء المسلمين الموجودين هناك اللي هي إشكالية الإلحاد, إشكالية الإلحاد. وتحدثت قبل قليل عن ظاهرة الردة عن الإسلام, وهي ظاهرة يعني خذ بس اللقطة المؤلمة والمزعجة بشكل كبير جدا, أن تجد نصراني زين يمثل وجهة النظر الدينية, وتجد ملحدا مرتدا عن الإسلام يعبر عن الإلحاد. مناظرة موجودة في اليوتيوب, مناظرات موجودة في اليوتيوب, ملاحدة سحنته يعني خلنا نقول يعني عربي أو هندي أو يعني أصوله إنه كان مسلم ثم انتقل هذا الرجل من الإسلام إلى الإلحاد, وما صار بس ملحد, لا ملحد داعية إلى الإلحاد ومنافحا الفكرة الإلحادية, هو مناظر, قد نقول لقضية المناظر لقضية الإلحاد. بل يعني من الطرائف عقدت مناظرة قريبا في جامعة, إذا ما كنت واهم, جامعة كامبريدج, إذا ما كنت واهم, يعني بين أطراف, يعني بين عدة من يمثلون الخطاب الديني وعدة ملاحدة من في الضفة الدينية, إضافة إلى أحد يعني أكبر القساوسة والرهبان رولن في البريطانيين, موجود طارق رمضان المفكر العربي الإسلامي المعروف الموجود في المجتمعات الغربية بغض النظر عن تفاصيل الخلاف الفكري مع الرجل بطبيعة الحال, لكن لافت النظر طارق رمضان موجود في الضفة الدينية, وأحد المرتدين عن الإسلام موجود في الضفة الحادية, ومناظرة يعني طريفة. ومن أطرف ما جرى في تلك المناظرة أنه كان ثمة ملحد موجود مع الشق الديني, وذكر كلاما حقيقة كلاما ممتعا جدا في نقد تصور الإلحادي عن الموقف الديني. يعني كان يعني طرح, وهذا أشبه السطرة, لكن طرح فكرة جميلة, قال أن جزء من مشكلة الملاحدة, وهو طبعا ملحد يتحدث عن الإلحاد الجديد أو الإلحاد العدواني, أو يقول جزء من مشكلتهم أنهم رومانسيون حالمون في 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 تصوراتهم لأرض الواقع, يتصورون لو ألغينا الدين من الأرض أن ستنقلب الأرض إلى الفردوس المنشود, وأن يعني يقول في حين أن نظرتي أن البشرية لا زالت بحاجة شديدة جدا إلى قضية الدين, وهي التي تخلق لها حالة الطمأنينة, وهي التي يعني خلنا نقول, وذكر يعني معطيات معينة, وأن أنا نظرتي شديدة التشاؤمية, لو استطعنا فعلا بشكل جاد أن نلغي المعامل الديني من الحياة البشرية اليوم, فاللي أعتقده أن الوضع سيكون وضع كارثي, وضع يعني مع أنه هو معبر عن موقف يعني ذاتي ملحد, لكنه يحاول أن يقدم خطابا متفهما نسبيا للقضية الدينية. الشاهد من المعطيات كذلك التي أعتقد من المهم جدا أن مما اعتدناه في الوطن العربي بشكل عام, الوطن الإسلامي, الوطن المحلي, أن في نهاية المطاف طال الزمن أو قصر ما ينشأ أو يبتكر من الأفكار في الدوائر الغربية سوف يتسرب, يعني خلنا نقول لمشهد المحلي, وأن لازلنا للأسف الشديد كثير من الأحيان مستوردين للقيم, للأفكار, للتصورات الموجودة والتي تنشأ خلنا نقول في المجتمعات الغربية. وبالتالي لما أدعو إلى الاهتمام بهذا الملف, ملف الإلحاد, فأعتقد أن هو يعني خطوة استباقية قبل ما ترد إلينا, يعني ما له داعي أن ننتظر, يعني خلنا نقول ننتظر تسرب الإشكالية الإلحادية وفعلا تبدأ تعصب المجتمعات بحيث نتفاعل معها تحت ذريعة مبرر أن صحيح في إلحاد جديد لكنه موجود في المجتمعات الغربية, اللي التجربة تقول أن بحكم الهيمنة الحضارة الغربية في حياتنا اليوم أن كثير من القيم طال الزمن والقصر تتسرب إلى المشهد المحلي, والمشاهد اللي حصلت مؤخرا اللي استدعت من طرح مثل هذا الملف
على مستويات يعني متعددة كثيرة جدا عندنا محليا مؤكدة لهذه القضية، مؤكدة لقضية أننا فعلا بدأنا نتلمس أثر حضور هذه الإشكاليات وحضور هذا التسرب إلى المشهد المحلي. من القضايا المؤكدة، وأختم يعني هذه القضية، من القضايا المؤكدة لضرورة المساهمة الجادة والفاعلة في مناقشة مناكفة الفكرة الإلحادية، أن من الخطأ الكارثي أن يترك هذا الملف لأصحاب الملل الباطلة أو الأديان الباطلة المحرفة. يعني ترى عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، لما يريد الإنسان تقييم كثير مما طرحه مفكري ومتديني النصارى في الاعتراض على الملاحدة، ترى يقدمون خطابا يتسم بقدر عالي من الثغرات. في إشكالية خلنا نقول معرفية، وفي إشكالية علمية، في إشكاليات يعني خلني بذكر لكم النموذج الآتي. بذكر النموذج الآتي في أحد المناظرات، والتي تعبر عن جزء من المأزق وجزء من الإشكال فعلا الذي يستدعي مراجعة هذا الملف، يعني مراجعة ملف إيكال ملف الإلحاد إلى اليد النصرانية، أن تولوا أنتم هذا الملف بحكم الاحتكاك الكثيف بين الملاحد والنصارى. في أحد المناظرات ملحد مع نصراني ويتناقشون ويتحاورون، بعدين طلب الملحد من النصراني دليلا قاطعا على وجود الله تبارك وتعالى. يقول له: ما الذي يجعلك شديد الوثوقية بوجود خالق خلق هذا الكون؟ زين، قال القضية. فلما جاءت حصته ليجيب على هذا الإشكال، قال: دليلي على أن الله موجود، دليلي على أن الله موجود أن الله تبارك وتعالى يخاطبني كل صباح، كل ما أصحى من النوم أسمع الله عز وجل يخاطبني. طبعا يعني لاحظوا حجم الحرج الذي يمثل مثل هذا الجواب للقضية الدينية، لأن في نهاية المطاف أنا متدين مسلم، لو 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 احتج أحد وجود الخالق بمثل هذا لقلت له إن الأصل أن تعرض على مصحة نفسية، ترى أنت يعني عندك يعني عندك مشكلة، مشكلة يعني مرض. يعني كيف يستخدم مثل هذه الأداة لي إلى طبعا، ولا يخفاكم حجم التهوير والسخرية اللي بدأ يمارسها الملحد، ليس على هذا الرجل وليس على النصرانية بل على القضية الدينية، خلنا نقول بشكل عام. يعني النصارى جزء من مشكلتهم في مناقشة الملاحدة، وهذه حاضرة في قضية الأطروحات النصرانية، أن الحمولة العقدية السلبية كبيرة وهائلة جدا. يعني في نهاية المطاف أن يحاول الإنسان أن يدافع عن فكرة أن أنا أؤمن بإله، لكن هذا الإله عبارة عن ثلاثة أقانيم، وأن الأب من أجل أن يكفر عن خطايا البشر أنزل ابنه الوحيد إلى الأرض ليموت على الصليب. ويعني تحس أصلا في مشكلة في إثبات هذا ما بيقول هذا الإله ولا هذا الرب، ولا في مشكلة حقيقية صعب. وتجد المأزق الأشكل أن بعض النصارى يعني حاضرة اللغة هذه في خطابه في مناظرته، يعني هو لا يتحدث عن القاسم العقد المشترك من أصحاب الأديان، ما يناقش الملحد، كثير منهم لا يناقش الملحد، يقول له: خلنا من التفاصيل العقدية التي أؤمن بها أنا، زين، خلنا نتناقش في القاسم العقد المشترك من أصحاب الأديان، كلنا كمتدين نؤمن وجود خالق خلق هذا الكون، خلنا نناقش هذا المعطى. لا، تجد بعضهم يقول لك أنه من أدلة وجود الخالق سبحانه وتعالى، من الأدلة أن أنزل عيسى من أجل أن يكفر عن خطايا البشر فانذكره، وأن بعد ثلاثة أيام بعث من القبر، ويعطيك يعني كلام معين واضح تماما. لما يحاول أن يسخر ويستهزئ وينقض الملحد، يقول له أن لا يوجد خلنا نقول وثيقة تاريخية تؤكد هذه الحقيقة، وليس ثمة معطيات. ليس الملحد لوحده يقف هذا الموقف العقدي، أنا كمسلم يقول صحيح كلام الملحد، صحيح ترى هذا ليس حجة ولا صحيح وهو كلام باطل. فالشاهد الموضوع أن النصارى وهم المديرون حقيقة لهذا الملف في عالم اليوم، في إشكاليات، في ثغرات في طبيعة الخطاب الذي يقدمونه، في محاسن يعني ممكن نتعرض لها بالذكر، لكن ثمة ثغرات كبيرة بحيث أن تستدعي التدخل الإسلام لمعالجة هذه القضية. واللي يتابع هذا الملف يعرف أن التدخل الإسلامي في هذه القضية في تقييم الشخص بالذات ضعيف، يعني بشكل للأسف الشديد ضعيف، سواء على المستوى يعني العربية فما بالك على مستواه العالم بشكل عام. يعني من المشكلات النصرانية كذلك أن أحيانا يقع حال من حالات التهجم على الإسلام، يعني في مقام المناظرة لما يستخدم أداة الإرهاب يحاول يتملص النصراني أنه ترى إحنا لا نتحمل العبء هذا،
هذه مشكلة الأديان الباطلة المحرفة مثل والإسلام وكذا. فغيبة المشهد الإسلامي عن الإشكال ترى يعني يفتح يجعل الظهر مكشوف ليس لطعونات الملاحدة فحسب بل لطعونات غيرهم. وبالتالي من الضروري أن نساهم في معالجة هذه الإشكالية. أذكر نشر في موقع رؤى فكرية مقال الشيخ سلطان العميري كان عنوانه المادة النقدية للفكرة الإلحادية، المادة النقدية للفكرة الإلحادية، محاولة من الشيخ سلطان لرصد أهم الكتابات العقدية الإسلامية في مجابهة الفكرة الإلحادية. على المستوى الشخصي لما طلعت هذه القائمة أصابني حالة من حالات الإحباط لسببين. السبب الأول السياق الزمني والتاريخي لطبيعة تأليف هذه المؤلفات. لما تقرأ القائمة عامة هذه المؤلفات مؤلفات شديدة القدم، يعني بعضها يمكن ألف قبل 40-50 إذا ما كان أكثر سنة في مناقشة قضية الإلحاد، وأنا الآن أتحدث عن تطورات في القضية الإلحادية وشبه جديدة وإشكاليات جديدة تستدعي الدراسة. لا يستطيع الإنسان أن يحيل من تأثر بشبه من شبهات الإلحاد إلى كثير من المؤلفات الموجودة في هذه القائمة. الجانب الثاني وهو ما نبه إليه الشيخ سلطان أصلا في مقدمة هذا التقرير ذكر معنى يعني لطيف إن عامة هذه الكتب ليست كتب شمولية، يعني من خلالها لا تستطيع أن من خلال أقول لك اقرأ الكتاب فلان مثلا فتستطيع أن تأخذ إلماحة عامة بأهم الإشكاليات التي تعصر الفكرة الإلحادية وأهم الشبهات والجوابات عليها. لا، عسى تكون هذه القضية تحتاج أن تراجع عددا لا بأس بمراجع، في حين على النقيض الملاحدة عندهم كتب اقرأ الكتاب، تبغى كتاب للمبتدئين، تبي كتاب متوسطين، تبي كتاب منتهين في قضية الإلحاد، تبي كتاب شمولي يجتمع هذا، تبي كتاب تخصصي، كل هذه المعطيات حاضرة وموجودة. طيب أين الكتب الشرعية الإسلامية التي يعني يستطيع الإنسان، يعني مثلا خذوا هذا النموذج بالنسبة لي المؤلم، كثير من الشباب المبتعث يأتي ونتناقش في مجلس معين وكذا فيقول لك إن ترى القضية الداروينية وكذا ودي أقرأ في الملف هذا، ما أخفيكم والله يسقط في يدي، أنا لا أعرف كتابا عربيا واحدا جيدا ممتازا كافيا في مناقشة نظرية الداروين. يعني لاحظوا المأزق، في حين أستطيع أني أذكر عددا لا بأس به من الكتابات الغربية. فواضح تماما أن ثمة ثغرة موجودة في المكتبة الشرعية في طبيعة الدرس العقدي في تناول قضية الإلحاد. لكن يعني لكن من الجهود اللي أعتقد ينبغي الاحتفاء بها نسبيا، الاحتفاء بها نسبيا، أن ثمة بعض الشخوص بعض الرموز موجودة في الوطن العربي الإسلامي اللي قدمت مساهمات جيدة وفاعلة في هذا المضمار، لكن القضية تستدعي إلى مزيد من العمق ومزيد من الكثافة ومزيد من الحضور. يعني الشيخ جعفر شيخ إدريس على سبيل المثال له كتاب جميل جدا، بل أظنه من أنفس الكتب اللي ألفت يعني خلينا نقول في خلال السنوات الماضية، وإن كان بدأ يتقادم نسبيا لكن كتاب مفيد حقيقة، الفيزياء ووجود الخالق، الفيزياء ووجود الخالق من سيرات المنتدى الإسلامي مجلة البيان. وبالمناسبة الدكتور جعفر الشيخ إدريس له عدد من المقالات نشرت قبل مدة قديمة يعني نسبيا مو قديم يعني قبل سنوات في مجلة البيان في الاعتراض على كثير من الإشكاليات الإلحادية. وكنت أعجب من الشيخ جعفر الشيخ إدريس أنه كان متابع دقيق للمشهد الإلحادي وتطوراته في زمن أنا أعرف أن أكثر البعابئين مهتمين بملف العقدي بعيدين كل البعد عن التفاصيل، يعني كان له ردود تفصيلية ومناقشة كذا مثل بعض الشخص ريتشارد دوكنز عن زمان له مناقشة لبعض بعض الإشكاليات الموجودة في كتاب The God Delusion، في حين أنا أعرف أن كثير من الدكاترة الجامعات مثلا مختصين في المجال العقدي لم يسمع أصلا بكتاب The God Delusion ولا يعرف شخصا مثلا يدعى ريتشارد دوكنز أو غير ذلك. من الجهود كذلك الجيدة والجميلة واللي استطاع يعني بحنكة يعني حقيقة أنه ينقل كثير من الإشكاليات الفلسفية يعني التعقيدات الفنية الفلسفية بلغة أكثر بساطة مناسبة للشرائح الاجتماعية واسعة، الشيخ محمد العوضي. الشيخ محمد العوضي من شخصيات الخليجية المهمومة بقضية الإلحاد، مهمومة بقضية الإلحاد وحاضرة هذه القضية في كثير من دروسه محاضراته برامجه الفضائية، برامج الفضائية، وله جهود يعني جيدة في هذا المضار خصوصا في هذا المعطى، معطى تبسيط كثير من التعقيدات اللي تحتف بهذا الملف بلغة مناسبة خلنا نقول لشرائح اجتماعي واسعة. من الجهود كذلك التي أعتقد أنها جديرة بالاحتفاء والتقدير، بل أعتقد أن مفترض أن تدعم بشكل كبير جدا بشكل كثيف جدا، وأن ال- 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 الواقع الموجود الآن يمثل مركز أو نواة مركز أبحاث قابل للتطوير بشكل كبير جدا، منتدى في فضاء الإنترنت
اسمه منتدى التوحيد. أي إنسان يعني مهتم بقضية الإلحاد فأعتقد أن في الوطن العربي لا غنى له عن الاستفادة من كثير من المواد المطروحة في هذا المنتدى، منتدى التوحيد، منتدى يقوم عليه بعض الشخصيات واضح تماما أنها ملاحقة ممتازة جدا لكثير مسجدات متعلقة بالقضية الإلحادية، وعندها مقدرة لا بأس بها لمناقش كثير من المعطيات المتعلقة بهذه القضية. من القضايا اللي يعني بس أذكر بعض التنبيهات المتعلقة بتطوير الخطاب العقدي أو فعلا بعض سمات العقد الخطاب العقدي المنشود والذي يستوجب أن يكون حاضرا حتى فعلا نستطيع أن نعالج كثير من الإشكاليات الموجودة في قضية الإلحاد. السمة الأولى والقضية الأولى والتطوير الأول المقترح اللي هو تحري الدقة والموضوعية، تحري الدقة والموضوعية في مناقشة القضية الإلحادية. يعني لما يتحدث الإنسان عن الدقة، عن الموضوعية، عن العدل في محاكمة الناس ومحاكمة الأفكار، فهي قيمة شرعية أصيلة أصلاً. يعني ابتداء ليست القضية برغماتية أو نفعية، ليست القضية الحين أن نحن محتاجون خلنا نقول في هذا الزمان إلى الدقة والموضوعية وقد نعفى عن هذا في زمن الأزمان، لا، هذا مفترض أن يكون خطابا حاضرا أصلاً في خطاب العقدي، لكني أنبه إليه لأن ثمة إشكالية في تحري الدقة خلنا نقول في توصيف يعني بعض الظواهر أو توصيف بعض الإشكاليات اللي موجودة، مما يؤكد على ضرورة التزام الدقة والموضوعية أن الصدق في وصف الظاهرة هو أول طريق لمعالجتها. يعني إذا بدأت تلبس خلنا نقول أو ما تتحرى الدقة في توصيف الظاهرة سيصعب عليك معالجتها. إذا لم تكن دقيقا في توصيف طبيعة الشبهة التي تريد أن ترد عليها لن يأتي ردك يعني خلنا نقول متكافيا معها. القضية كذلك أن عدم الدقة ترى هو أثار سلبية انعكاسية بعد فترة زمنية، يعني اللي سيحصل أن سيتنبه الناس لعدم دقتك فينقلبون على الخطاب العقدي الذي ترد. يعني خلني أقرب المسألة، أقرب بمثال حتى يتضح بالضبط ما الذي أريده من خلال هذا الحديث. نظرية داروين على سبيل المثال، لما يستقر الإنسان جملة من الخطابات الدعوية موجودة في الوطن العربي والمجتمع المحلي بشكل خاص أو بعض الخطابات العقدية اللي تعترض على نظرية داروين وبالنسبة إليه حق لها أن تعترض، أنا مو بمقصود الآن المدافعة ولا الذب ولا أن يتوهم أني أتبنى نظرية داروين، حاشا وكلا، أنا لا أؤمن بنظرية داروين وأعتقد أن النظرية خلنا نقول في كثير من أجزائها ما يلزم بالضرورة كل أجزائها، لكن القضية المركزية أولية آدم عليه الصلاة والسلام هذه قضية أعتقد أنها محسومة في خطاب الكتاب والسنة، أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر خلق الله تبارك وتعالى بيدي، لم يكن يعني موجودا نتيجة أب وأم فضلا أن يكون من نسل القردة أو متطورا خلنا نقول من مخلوقات أخرى. الإشكال شو اللي يحصل في بعض الخطابات العقدية الموجودة يسرب مفهوم أن نظرية داروين أبطلها العلم الحديث، وأن نظرية داروين مثلا ولا المجتمع الغربي ظهره لها زين، وأن نقض المجتمع الغربي زين نظرية داروين، وأن كيف يؤمن بعض شبابنا بنظرية داروين والمجتمعات الغربية اليوم تترحل عن هذا. الخطاب أحيانا يكون حاضر موجود، أنا اللي أعتقد حقيقة أن هذا الكلام يعني ما يريد الإنسان يكون مبالغ وكذا، لكنه عري تمام العراء من الصحة. أي مبتعث سعودي يدرس في جامعات الغرب بل يدرس في جامعات العالم بشكل عام يعرف أن النظرية المهيمنة على الدوائر العلمية هي نظرية داروين، هذه حقيقة. ليست القضية الآن يعني خلنا نقول تصويب للنظرية كونها تدرس وكذا أن هذا صواب، لا، عندنا إشكاليات علمية وعقدية تتعلق بالنظرية، ثمة خلنا نقول جيوب يعني وهذا تحري الدقة، ثمة جيوب موجودة في المجتمع الأكاديمي الغربي لا تتبنى النظرية لكنها جيوب لا تمثل المجتمع الأكاديمي حقيقة. المجتمع الأكاديمي الغربي يتبناها بل يتعاطى مع نظرية داروين باعتباره حقيقة نهائية مطلقة، يعتقدون مثل ما نؤمن أن الأرض تدور حول الشمس، مثل ما نؤمن بالجاذبية الأرضية نؤمن أن نظرية داروين صحيحة وأن المخلوقات كلها والأجناس تعود إلى أصل واحد ولا أصول يعني قليلة، وأن تطورت عبر ملايين السنين إلى ما وصلت إلى الطباع، وأن تعددت الأجناس وتنوعت مع هذا التطور. هذه معطيات يعني هي التي تدرس، بل يعني لا تدرس بس على المستوى البيولوجي، هي حاضرة وتشكل ضغطا كبيرا في الفكر الغربي بشكل عام. يعني أحد الزملاء درس يعني كان يدرس في الإدارة فبحكم أنه سعودي وطبعا ما عنده أي خلفية تتعلق بنظرية داروين، الدكتور المحاضر طلب منه أنه يحضر يعني
حصص يعني في قضية داروين حتى يفهم يعني جزء من يعني خلينا نقول الانعكاسات النظرية في الصراع يعني من أجل البقاء على مستوى الإدارات والمؤسسات والشركات يعني على سبيل المثال. فقط هي حاضرة، القضية اللي بيقولها أنها حاضرة. لما يقال لشبابنا أن ترى كيت وكيت وكيت ما يتعلق بنظرة داروين أنها ليست نظرية يعني هي نظرية باطنة ما هو محل إشكال، لكن أنه يقال الزائد أن المجتمع الغربي نقضها أو أنه ولا ظهره لها أو أنه تراجع عنها وثم يبتعث، ترى يأتي منقلبا عن الخطاب العقدي عن الخطاب الدعوي، يأتيك بروح ومنفعل أن أشبه أن ظللتمونا أحرج، يعني هو يستشعر دخلت في نقاش وبعدين انحرجت طلع الموضوع مختلف تماما عما كنت أتصوره. وبالتالي أعتقد أن من المهم جدا تحري الدقة، تحري الدقة الشديدة في تحرير الظواهر المتعلقة. والأمثلة الشواهد الموجودة عندي يعني حقيقة متعددة، لكن أريد الاختصار أتجاوزها. ذكرت مثال قناة الجزيرة على سبيل المثال، ما مرت قناة الجزيرة ترى محرج جدا للفضاء الإعلامي العربي، محرج للخطاب الديني. والأمثلة والشواهد يعني متعددة، يعني أي خطأ يقع فيه الجانب الديني في توصيف بعض الظواهر المتعلقة بالقضية الإلحادية ثق تماما ان ستلتقط خلينا نقول من بعض الملاحده العرب او الملاحده بشكل عام وينقلبون بها على الخطاب الديني في التسفيه والتضليل والتجهيل. فهذه قضيه اعتقد انها مهمه. من القضايا كذلك عدم تسطيح الظاهره، عدم تسطيح ظاهره الالحاد. يعني خلني بعبر بهذا المثال، اذكر اني ناقش مجموعه من الشباب الملحد مره، ثم خرجت من عندهم وذهبت الى احد الزملاء، وكان في المجلس مجموعة من طلبة العلم، فجزاه الله خير الأخ أول ما دخلت يعني ذكر لهم أن ترى أبو صالح توه جاي من مجموعة يعني مناقش بعض الملاحدة ويعني كذا يعني، وفعلا انحرف مسار النقاش إلى مناقش بعض المعطيات. فأحد طلبة العلم ذكر الملحوظة الآتية، قال أنا اللي أعتقده أن كل هؤلاء أصلا محبي شهرة، القضية بس أنهم محبي شهرة ويبغون يعني يحققون مكاسب آنية دنيوية من خلال، ولا ما هم جادين حقيقة في قضية الإلحاد. بالنسبة إلي هذا ما أعبر عنه بقضية تصليح الظاهرة، لا يعني ذلك أن لا يوجد ملاحد من هو محب شهرة، لا مو بهذا القصد، لكن في قناعتي أن ظاهرة الإلحاد ترى ظاهرة معقدة، ظاهرة مركبة، ومن التسطيح ومن السذاجة أن تعلق هذه الظاهرة المعقدة المركبة على معامل واحد، أن نعلق شماعته من أجل أن الملاحدة أصلا ناس شهوانيين يبغون يتحررون خلنا نقول من القيود الدينية والقيود العرفية، وبالتالي يريدون أن يمارسوا حياتهم بكامل يعني خلنا نقول طاقتها وبكامل شهواتهم فيعني يلحدون. أنا وجهة نظري أن مثل هذه الخطابات تتسم بقدر عالي من السطحية، لا ليس صحيحا هذه الإطلاقات، هذه قد تكون معاملات مؤثرة صحيح، لكنها لا يلزم بالضرورة أن تكون هي المعاملات المؤثرة. يعني حتى تتضح المسألة بشكل دقيق، وهذا يعني ما بيقول يلتزم بقدم الخصوصية لكنه مفيد. بعض الشبابنا ممن ألحد والله العظيم يتصل أحيانا يبي يعقد لقاء يبي يتناقش ويتصل عليك يبكي متألم متضجر من حياته، يعني يستشعر يقول أنا ترى لا أستطيع أني أنام الليل، أنا لي كذا يوم ما نمت، أنا مرهق، أنا متعب، زين؟ ويقول لك إذا عندكم شيء تهدونه يعني من خلاله تزيلون هذه الشبهات هذه الوساوس عنا فوالله إننا نتمناها، زين؟ ففي يعني ليسوا سواء إن صح التعبير، في منهم ومنهم، يعني في واحد كنت أناقشه وكذا قال أنا صادق إني أتمنى أرجع 10 سنوات للخلف، أتمنى إني أرجع لما كنت مطمئن في سجودي، لما كنت مرتاح نفسيا، الآن أعاني متعب نفسيا، أتمنى أرجع فلان الفلاني، يذكر الاسم كذا السنة الفلانية قبل ما تعرضي هذه الإشكاليات والشبهات، الآن مسيطر علي شبهات إشكاليات، لا أستطيع أن أزيل خلنا نقول ما أعتقد صحته وصوابه لمجرد أني مشتهي أن يكون باطلا، أحتاج ما يجيب عن هذه الإشكاليات والشبهات. وبالتالي من القضايا الأساسية والمهمة في التعاطي مع الظاهرة الإلحادية عدم تصطيحها. يعني من مظاهر التصطيح وهذا أذكر لكم إياه، يتصل علي بعض يعني وهي من أكثر الأسئلة إيلاما بالنسبة لي، يتصل علي أب لابن ملحد أو أخ لأخ ملحد أو إنسان قريب لملحد، يتصل علي ويحكي الآن معاناه، الآن أنا أريد عندي أخوي ألحد اكتشفت إيش أفعل، زين إيش أفعل، يعني
لاحظت كان إنسان متدين محافظ على الصلاة، لاحظت فترة من فترة بدأ يغيب عن المسجد، بعد فترة لاحظت أن في قدم التفريط في الصلاة، ناقشت في المسألة هذا ضغطت عليه ثم كافحني بالحقيقة المؤلمة، قال له شوف بقول لك كلام ما ذكرت لي أحد إطلاقا، ترى أنا لا أؤمن بربك ولا أؤمن بدين ولا أؤمن بشيء، ويأتيك الآن يعني يعبر عن حالة معاناة. جزء من التسطيح اللي يمارسه بعض أولئك اللي يتصلون يقول ما تعرف كتاب، ما تعرف مطوية، ما تعرف شريط، يعني نعطيه يعني يقتنع. أنا قناعتي المسألة يعني كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لعائشة، الأمر أكبر من ذلك، يعني الأمر كبير، الأمر يعني الأمر أكثر تعقيدا. اللي يحمل مسلم ترى يرتد عن دين الإسلام ويتنكر لأم الحقائق الشرعية وجود الله تبارك وتعالى، ليست قضية يعني خلنا نقول بهالبساطة، أن يتصور الإنسان أنه مجرد ورقة ولا نشرة ولا شيء معين يقرأ الإنسان أوه والله طلعت غلطان، يعني الموقف الديني والعقدي واضح تمام ما في أي إشكال. لا، المسألة أكثر عمقا، أكثر عمقا، لأن أصلا محركات الإلحاد، بواعث الإلحاد، سؤالات الإلحاد ترى متعددة كثيرة جدا. يعني عندنا سؤال عاطفي، عندنا سؤال فلسفي عقلي، عندنا سؤال علمي طبيعي تجريبي، لازم تعرف تماما ما هو المعامل الذي أثر عليه حتى ألحد. عندنا أمراض نفسية، وساوس، أشياء يعني، وبالتالي من الضروري عدم تسطيح مثل هذه الظواهر المعقدة المربكة. يعني أذكر ذلك طالب العلم ذكر أن هؤلاء محبي شهرة ويعني يتغيون خلينا نقول مقاصد وأشياء معينة. قلت وجهة نظري والإجابة، وأعتبر هذه إجابة قطعية في إبطال هذه النظرية، خلينا نقول بالذات تعميم هذه النظرية على الكل. قلت أولئك ممن تقول المحبي شهرة ترى لم يتكسبوا بإلحادهم من الشهرة شيئا، هم يتسترون بإلحادهم، هم إذا خرجوا مع عوائلهم في البر ولا كذا ترى يظهرون الصلاة معهم، تراهم يصومون مع الناس رمضان وهم في قرارة أنفسهم ملاحدة ويمارسون في دوائرهم حتى من الاحتكاك، تعرف بعض المصطلحات يستخدمونها يسمون التقية الاجتماعية، يمارسون التقية الاجتماعية، عندهم حالة من حالة التخوف الموجودة في المجتمع. طبعا المجتمع واضح تماما أنه وهو بحق جدير يرفض أي يعني أي تنكر للدين للخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي عندهم تخوف المجتمع، وعندهم حتى تخوف من طلبة علم المشايخ. يعني هم وليس من السهولة ترى تجلس مع ملحد ويفضي إليك خلنا نقول بإشكالياته بهمومه بشبهاته ويريد أن يتناقش معه. عندهم طباع موجود أن إذا جلس عند طالب علم ولا شيخ وقلت له أنا ملحد يقول لي طيب يطلع الجوال يرفع المسألة للمحكمة الشرعية يسوي قام حد الردة. يعني هذه أحد الإشكاليات المعوقات خلنا نقول لخلق حالة التواصل لمحاولة معالجة الإشكالية الحاضرة والموجودة. لكن الشاهد المسألة من الخطأ الاستراتيجي البالغ هو تسطيح الظاهرة، أعتقد خطأ يعني فادح وكبير جدا. من القضايا الأساسية كذلك في تطوير الخطاب العقدي، وحاول يعني أختصر قدر الإمكان، تجديد الخطاب العقدي للاستجابة لمثل هذه النازلة العقدية، تجديد الخطاب العقدي للاستجابة لهذا. ويعجبني هذا التعبير، يعني مثل ما عندنا في الفقه الإسلامي المعاصر اليوم فقه يهتم بالنوازل، ليش ما يكون عندنا فرع عقدي يهتم بالنوازل العقدية؟ ترى عندنا بعض المستجدات اللي تفرض نفسها في الأرض في الواقع تستدعي جوابا أحيانا عقديا، والملف الإلحادي هو داخل في هذا الإطار. كثير من الشبهات الإلحادية هي أشبه النوازل العقدية اللي تستدعي إجابات خلنا نقول تتفاعل مع النازلة، مع الأمر المستجد. يعني حتى أقرب مدلول طبيعة النازلة، تذكرون لما طلع مثلا قضية الاستنساخ والدولي على سبيل المثال والتداعيات، ترى فجر الحدث هذا أسئلة عقدية. يعني هل الناس قادرين على يعني ما هي التبريرات، ما هي التفسيرات العقدية؟ عندنا أسئلة كثيرة. لما يقال لك مثلا هل الآن مثلا قضية العلم بجنس المولود ذكر ولا أنثى وهو في رحم أمه، زين، هل هي قضية ممكن يدركها الإنسان بالعلوم الطبيعية التجريبية اليوم ولا هو عاجز عن القضية هذه؟ هل ترى لها اتصال بالشأن العقدي؟ وعندنا يعني عندنا قضايا كثيرة. خلنا ندخل ونتعاطى مع قضية الإلحاد باعتبارها نازلات عقدية. وحتى أوضح لكم يعني جزء من الإشكالية في طبيعة الدرس العقدي اليوم، أنا لا يفهم مني اتهام للدرس العقدي أو الكتاب العقدية أو أنه هو المتسبب في نشأة الظاهر الإلحادية، حاشا وكلا، ما أقصد هذا، لكن نحتاج إلى تطوير الخطاب للمسجلات الموجودة في أرض الواقع. يعني ما هي أقرب المباحث العقدية المتعلقة بالظاهر الإلحادية؟ يعني لو أردنا الآن في ضوء الدرس العقدي الموجود اليوم نبي ندخل ما يتصل من مسائل الإلحاد بالدرس العقدي، نبي الآن ربي طلبة العلم
على الاهتمام ببعض السؤالات الإلحادية والجواب عليها. ففي ظنكم وين أقرب الكتب العقدية أو الأبواب العقدية اللي ممكن ندخل فيها المسألة هذه؟ إيش رأيكم؟ إيوة توحيد إيش؟ توحيد الربوبية صح ولا لا؟ مع أن لاحظ العنوان توحيد الربوبية لا يجيب على سؤال وجود الخالق وإنما يجيب على سؤال إيش؟ سؤال إيش؟ لا يعني لاحظوا الجواب الأساسي الذي يقدمه مبحث توحيد الربوبية هو جواب حول إيش؟ أو إيش المسألة؟ إيش السؤال اللي يفرض توحيد الربوبية؟ كيف؟ إيه هو مقر، لكن إيش السؤال اللي يحاول يجيب عليه؟ لا مو من هو الله ولا بمن الخالق، هو هل الخالق متعدد ولا الخالق واحد؟ هل خالق هذا الكون زين متعدد ولا؟ ولذا احنا نقول افراد توحيد افراد الله عز وجل افراده زين. طيب لما تقول افراده انت يعني هي قاعده تبني على مسلمه عقديه مسبقه وهي وجود خالق. عاد وجود الخالق هذا هل هو خالق متكثر متعدد ولا هو خالق واحد؟ يجي مبحث توحيد الربوبيه ويبدا يأصل تأصيل عقدي نفيس في هذا الجانب. المشكلة الحين نحتاج إلى قضية حتى مسبقة إلى قضية توحيد الربوبية اللي هي قضية الأدلة العقدية العقلية العلمية الدالة ضرورة على وجود الخالق خلق هذا الكون سبحانه وتعالى. من المسائل لما يدرس الإنسان طبيعة الدرس العقدي يجد أن يعني لا يستطيع يقول الإنسان أن ليس ثمة أدلة موجودة في الدرس العقدي حول إثبات وجود الله تبارك وتعالى، لكن الفكرة نحتاج إلى تطوير بعض الأدوات بعض الأدلة تطويرها. جزء من المشكلة الآن ترى كثير من الشباب لما يلحد لا يقتنع بالإجابات المجملة اللي قدمها الدرس العقدي. يعني لما تقول مثلا للملحد الدليل القطعي وهو دليل قطعي بالمناسبة على وجود الخالق سبحانه وتعالى أن المخلوق دال على وجود الخالق نقطة، ترى هذا مقنع لي أنا زين، لكن ليس بالضرورة مقنع لمن تلبس وتلوث بشبهة الإلحاد عنده إشكاليات تتعلق في هذه القضية. يعني بساطة الدليل المباشر الذي كان يذعن له فئام من الناس فترة زمنية سابقة، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاجة فلا تدل على لطيف الخبير، بداهة السؤال والجواب مثل ما قال في ناس تتلوث فطرتهم بحيث أن ترى لا يستوعب هذه الأدلة المباشرة. وابن تيمية عبر عن هذا المعنى في دار التعارض وغيره، ذكر قال أن في ناس معينين ترى لا يروق له الأدلة المباشرة الدليل المباشر لا يروق له، تجد لا يستطيع أن يصل للمدلول إلا عبر طريق طويل جدا. ولذا حتى عبر من لطائف يقول يعني ان هذا الدليل اشبه ان لانسان اراد ان يحج زين فذهب الى خراسان ثم يعني راح يعني طول اللفه، او قيل له اين اذنك في دم يقول هذه اذني راح سوى قال هذه يعني في فطبيعه الادله اللي نقدمها ينبغي تراعي، ما بيقول الاذواق كلها لكن المقصود ان هدايه الخلق نقدم ادله مقنعه لهذا الفصيل ومقنعه لهذا الفصيل، وثم تتجارب في القضيه هذه. وبالتالي بعض الادله اللي موجوده في الدرس العقدي تحتاج الى قدر من العصره خلينا نقول الى التطوير زين. يعني خلني اذكر مثال، مثلا يعني لما يقرا الانسان في الكتب العقديه يجد عندنا دليل التكوين، عندنا دليل العنايه، عندنا ادله متعدده وكثيره جدا، لكن من الأدوات التي ينبغي نستثمرها أدوات العلم الطبيعي التجريبي في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. يعني مثلا من الأصول الفلسفية اللي أراحنا العلم التجريبي في شق لا بأس به من المرتكزات اللي يقوم عليه هذا الدليل. من الأصول يقول لك كل ما كان له بداية فلا بد له من سبب، هذا خلنا نقول الأصل الأول المقدمة الأولى، كل ما كان له بداية فلا بد له من سبب، ما يمكن يحدث كذا من غير سبب. الأصل الثاني زين الكون له بداية، إذن الكون لابد له من سبب. طيب من سبب وجود الكون؟ هو الخالق سبحانه وتعالى متسبب في وجود هذا الكون. جيد، ميزة العلوم الطبيعية التجريبية أثبتت أن هذا الكون إيش فيه؟ له بداية. يعني كان اول في 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 شق فلسفي لابد ندلل عليه ونثبته عبر ادوات عقليه معينه ان الكون هذا قطعا له بدايه، لكن عبر ادوات فلسفيه وعقليه معينه. لما جاءت نظريه مثلا ذا بيج بانج، نظريه الانفجار الكبير، وان معطيات العلم الفيزيائي الحديث تثبت ان الكون هذا ابتدا بلحظه، الزمان والمكان والطاقه والماده كانت لا شيء ثم حدثت، خلاص صرنا امام حقيقه علميه طبيعيه تجريبيه تقول أن الكون له بداية. طيب إذا كان الكون له بداية فلنا الحق في فرض السؤال ما هو المتسبب في بداية هذا الكون. طبعا
طبعا الملاحد يحاولون يقدمون اعتراضات وإجابات على المسألة هذه، لكن على الأقل من الضرورة أن تكون هذه داخلة في الأدبيات، في الأدبيات العقدية. ما في، أنا لا أرى أن ثمة مانع. يعني بذكر لكم مثال معبر عن هذه القضية بشكل جيد. كذلك أذكر في أحد في أحد أعياد الكريسماس، أكبر داعية الحاد ريتشارد دوكنز جمع في بيته عددا من الملاحدة زين في الكريسماس، وجلسوا على طاولة مستديرة، وكان عنوان البرنامج أو الحلقة بثت في فضاء اليوتيوب، تسجيل خاص لكن بثت في اليوتيوب، The Four Horsemen اللي هم الفرسان الأربعة، وهذه من المصطلحات الأشبه التوراتية المتعلقة يعني بالوضع الأخروي، أشراط الساعة لها مدلول معين، لكن الفكرة The Four Horsemen الفرسان الأربعة، باعتبار أن اللي جالسين على الطاولة أربعة من فرسان الإلحاد يعني كما يريدون التصوير. ريتشارد دوكنز موجود يعني هو المضيف، وعن يمينه كان دانيال دينيت اللي هو صاحب كتاب بريكنز كأس السحر، قدامه كريستوفر هيتشنز اللي هو God is not great كتابه، والرابع اللي هو سام هاريس The End of Faith، اللي هم مثلون الأربعة شخوص الرئيسية في تمثل الظاهرة الإلحادية الحديثة. وكانوا يتداولون النقاش حول السبل الأفضل للتبشير بقضية الإلحاد، المعوقات اللي تقف في سبيل الدعوة للإلحاد، يعني يتناقشون في القضية هذه. فسام هارس ذكر سؤال طريف، قال لهم هل مر عليكم تجربة في ملتقى علمي معين، في مؤتمر صحفي، في مناظرة، في محاضرة، في أي مناسبة طرح عليكم الطرف الديني سؤالا took you off heels، يعني أخذكم عن حين غرة، سؤال لم تحيروا له جوابا، مر بكم التجربة هذه؟ سأل بقية المجموعة. فأذكر في المقطع دانيال دينيت وكريستوفر هيتشنز أشبه كانوا يضحكون ويسخرون يعني، ولسان حالهم يقول أن المتدينين سخفاء وما عندهم مثل هذه الأسئلة المعقدة التي لا نستطيع تقديم إجابة عليها، ويعني كانوا يطرحون سخرية. ريتشارد دوكنز يعني تدخل و يعني لسان حاله وهو يتحدث كأنه يعبر فعلا عن حاله من الاستشكال، أن في قضية يطرحونها مسببة يعني مسببة إشكال، يعني كأنه لسان حاله كأنه يقول أن في سؤال يضرب في رأسي ما أعرف الجواب. فسألوه قالوا له إيش هذا، فقال the fine tuning of the universe، the fine tuning of the universe يعني المعايرة الدقيقة لهذا الكون. بيقول الحين، وهذه مطروحة في الكتب المتدينين بشكل مذهل وبشكل جميل جدا، اللي قضية أن هذا الكون معاير بشكل دقيق جدا من أجل أن توجد الحياة. يعني بمعنى لما يدرس الإنسان فيزيائيا سنن الله عز وجل، قوانين الله تبارك وتعالى التي وضعها في هذا الكون هي من الدقة، بحيث لو اختل قانون من هذه القوانين لما وجدت حياة. اترك القوانين، الثوابت الموجودة في هذا الكون، الثوابت يعني الجاذبية الأرضية لها مقدار معين، بعدنا عن الشمس ترى مرسوم بدقة شديدة جدا، الدرجة تجمد الماء هذا، العلاقة بين البروتون والنيترون أو النواة والإلكترون، شدة الجذب زين بدقة، كل الثوابت هذه يقول أن إحنا نحن أشبه عند جدار معين، الجدار هذا عليه أجهزة معايرة، نوبز أجهزة معايرة، لازم تضبط، عندك آلاف الأجهزة، آلاف أجهزة معايرة، لازم تضبط كل جهاز من أجهزة أو كل يعني قطعة من أجل معايرة تضبط على رقم دقيق معين، لو أخليت بوحدة شو اللي يحصل؟ المنظومة كلها تتساقط. يعني خذوا مثال الماء على خلاف جميع السوائل، إذا تجمد شو يحصل فيه؟ إيش اللي يحصل في الماء؟ كثافته تنخفض كثافته، فإيش اللي يحصل فيه؟ يكبر حجمه، يكبر الحجم، تتناقص الكثافة، يكون أخف وزنه فيطفو، على خلاف بقية السوائل. الأصل في فكرة لما يتجمد، لما ينتقل المادة من الحالة السائلة لحالة الصلبة، إيش اللي يصير فيه؟ هل يتمدد ولا ينكمش؟ ينكمش، صح ولا لا؟ طيب إذا انكمش يصير في وزنه، يزيد وزنه بيان. طيب تخيلوا الماء لو كان على غرار بقية السوائل، إيش اللي سيحصل؟ سينكمش، يثقل، المخلوقات الموجودة في البحر إيش اللي يصير فيها؟ تموت، لأنه بيصير إيش؟ ينزل عليها. في حين من حكمة الله تبارك وتعالى الخلق الماء على هذه الصورة، من حكمة الله تبارك وتعالى البحر، يعني المجال التفكر في خلق الله عز وجل ودراسة عظمة الله سبحانه وتعالى في الخليقة هي مجال مبهر لإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. طبعا الشاهد في الموضوع ان هذا كان يشكل حاله يعني مأزق واشكال معين. طبعا يعني كان من الاشياء الطريفه قالوا له طيب اذا 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 كانت المساله بهذا الشكل، ان هذا دليل يثبت وجود الله تبارك وتعالى، فما الذي يمنعك من الايمان بوجوده؟ فقال لان اذا سلمنا بوجود خالق هو الذي عاير هذا الكون، سياتينا السؤال الاخر الاكثر تعقيدا
من عاير المعاير، اللي هو سؤال إيش؟ سؤال فلسفي تقليدي. خلنا نقول أصلاً الشريعة الإسلامية تعاطت هذا السؤال مبكراً، اللي هو سؤال من خلق الله، لما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة: لا يزال الناس يسألون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الإرشادات النبوية في معالجة هذه الإشكالية، يعني يقول الإنسان آمنت بالله ورسوله، يقرأ سورة الإخلاص زين، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولينتهي يقطع حبل التساؤلات. ويعني إن جاءت فرصة في نطاق الأسئلة ممكن نتعرض تفصيلا لهذا السؤال والجواب الشرعي عليه من جهة الإجمال. لكن القضية الأساسية إن نحن أمام معطيات وأدلة معينة في إثبات وجود الخالق ينبغي استثمارها. عندنا أحد أكبر دعاة الإلحاد في النصف الثاني من القرن الحالي زين، اسمه أنتوني فلو، عنده عدة كتب بتفسير القضية الإلحادية، طبعا توفي قبل سنوات قليلة قريبة ماضية، وعنده مناظرات لا زالت حاضرة في فضاء اليوتيوب في المنافع عن الفكرة الإلحادية. أنتوني فلو طلع كتاب قبل سنوات، كتاب سبب ربكة في المجتمع الملحد زين، كتاب عنوانه There is a God، هنالك إله. السبب اللي حمل على تغيير قناعته في هذه القضية هي فكرة Fine Tuning Inference، فعلا اقتنع أن هذا الكون فيه من الدقة المعايرة ما يدل ضرورة على وجود خالق خلق هذا الكون. مستحيل، يقول في نهاية المطاف، مستحيل أن جاءت المسألة بالصدفة، مستحيل أن هذا حصل صدفة. مو بس المستحيل حدث صدفة، لابد أن ثمة بالتعبير الغربي intelligence، يعني ثمة يعني intelligence معناها ذكاء، لكن مقصود ثمة خبير، ثمة حكيم، ثمة عليم هو اللي خلق هذا الكون، خلق يعني هذا الكون. الشاهد أن في معطيات يعني متعددة وكثيرة جدا، يعني أنا بس أريد التنبيه إلى هذه القضية، أن نحن بحاجة إلى تطوير وتجديد الخطاب العقدي للاستجابة لهذه النوازل. وأحد مناخات أو المجالات التي نستطيع استثماره ونبش الأدلة من خلالها هي معطيات العلم الطبيعي التجريبي المعاش اليوم. يعني أحد الشخص المتدينة والمشهورة جدا في الرد على النظرية الدامو في المجتمع الغربي، شخص يقال له مايكل بيهي، عنده كتاب بعنوان The Black Box of Darwin، كتاب صندوق دارون الأسود، وله كتاب خرج يعني قبل سنوات قليلة عنوانه The Edge of Evolution، اللي هو حافة التطور. في كتاب The Black Box of Darwin، الفكرة الأساسية اللي تأسس عليه الكتاب إن دارون كان مستسهل فكرة التطور من الخلية الأحادية، كان مستسهل القضية هذه، كان يتصور إن الخلية في نهاية المطاف عبارة عن غشاء سبلمازي وفيه مادة هلامية وانتهت المسألة، في حين العلم كشف لنا أن الخلية معقدة بتعقيد كبير جدا، في مصانع وفي حركة نقل ومواصلات داخل الخلية وفي معطيات معقدة. الخلية ليس سهل يا داروين أن تأتي صدفة، هذا المعطى. طيب كيف يريد أن يؤسس مايكل بيه لهذه الفكرة؟ طرح مصطلح معين في فضاء العلم الطبيعي التجريبي ممكن يستثمر بسهولة عقديا، اسمه Irreducible Complexity، اللي هو التعقيد غير القابل للتبسيط أو للاختزال. يعني فكرة الداروينية، فكرة التطور أصلا تقوم على فكرة أن الشيء يبدأ بسيطا ثم يتطور هذا البسيط إلى ما يصل إلى مستوى إيش؟ إلى مستوى معقد. طيب إذا كنا أمام ظاهرة معقدة موجودة في الطبيعة وكنا عاجزين تماما عن تبسيطها، الرجوع بها إلى الخلف، يعني فرضية داروين تقوم على فكرة أن عندي تعقيد، أستطيع أني أعرف الخطوة اللي قبل، أستطيع أرجع الخطوة اللي قبل، أستطيع اللي أرجع إلى الخطوة اللي قبل، وهكذا. إذا استطعنا نصل إلى ظاهرة معينة اللي هي معقدة ولا أستطيع الرجوع بها إلى الخلف، ولنا أمثلة كلاسيكية في القضية هذه، لكنه طرح يعني نموذج أكثر طرافة مايكل بيهي، فمعناتها النظرية غير صحيحة، هذا رقم واحد. ومعناتها هذا التعقيد يفترض ضرورة وجود مصمم صممه يعني بشكل مباشر. يعني خلني بذكر بس مثال يعني معبر عن هذه الفكرة ويؤكد هذه الحقيقة. أذكر كنت ناقش مجموعة من الملاحد الشباب، وكان توصل معهم أحد المشايخ إلى الخطوة الآتية، كان يعني جرى نقاش مسبق، وصلوا إلى قناعة بالمعطى الآتي. المعطى الأول أن ثمة أمر خارج هذا العالم هو المتسبب في إخراج العالم من العدم الوجود، هذا مسلمين فيه خلاص، مسلمين بالقضية الثانية أن هذا الشيء متصف بالقدرة، فلو كان عاجزا لم استطاع أن يفعل هذا الفعل، خلاص سلموا بالقدرة. جيت أنا فافترضت أن الخطوة الطبيعية أن يسلم بعدها أن هذا الشيء هو موجود وهو قدير وهو إيش؟
إيش تتوقعون يعني الشيء المناسب أن يطرح بعدها؟ ها؟ لا هو واحد يعني العلم، أنا افترضت أن هذا الشيء ليس مجرد قدير، وابتدأت بالمقدمة الآتية أو الفرضية الآتية قدامهم، قلت لهم وجود الصنعة دال على قدرة الصانع، إتقان الصنعة دال على علم الصانع، طرحت الفرضية بشكل آتي. فرح أحدهم قال لا ما يلزم هذا، لا يلزم ضرورة أن يكون إتقان الصنعة دال على علم الصانع. قلت ليش؟ قال لأن ممكن الإنسان يصنع صنعة متقنة معقدة بالصدفة، بالصدفة يلخبط كذا وبالصدفة طلع. زين؟ قلت له جميل. زين؟ قلت له أنا مر من مرات عندي أحد صغيرات، عندي بنية صغيرة وعمرها صغير يمكن سنتين أقل أكثر، زين، وحتى ما تحسن مسك القلم، وكانت في يوم من الأيام ماسكة ورقة وقاعد تخربش في الورقة، ماسكة القلم يعني كذا تخربش، فجأة خربشت ورفعت الورقة لأمها وكنت جالس بجنبهم اللي تقول ماما دلفين، نطالع في الصورة لفعلا صورة سمكة يعني. فقلت له هل بنتي بناء على هذه الرسمة تتقن الرسم؟ قالوا ممكن ممكن لا. قلت جميل صحيح. قلت طيب كيف أستطيع أن أثبت وأدل أنها تعرف الرسم؟ أقول لها ماما رسمي لي إيش؟ دلفين ثاني ثالث رابع، إذا رسمت معناته تعرف، ما رسمت معناته بالصدفة. قلت جميل، فمعناته الصنعة، خلنا نعيد ترتيب المقدمة اللي افترضتها، الصنعة المتقنة المكررة دالة على علم الصانع. قلت وفوق هذا نعطي مدلول آخر، قلت لو دخلت على بنتي وجدتها ترسم لي بيت ونهر وسحاب وشجر وشمس، يعني رسمت لي صورة مركبة معقدة، هل أقول لها ماما رسمي لي ثاني وثالثة حتى أطمئن تعرفي الرسم، ولا هذا الرسم بحد ذاته ضرورة تدل على؟ فقلت الصنعة المتقنة المكررة المركبة والمعقدة دالة ضرورة على علم الصانع. طبعا جرى جدل في النقاش في المسألة هذه، ما سلموا مباشرة في القضية واقتنعوا أن عندنا إحنا زمن لا نهائي ومفتوح، وبالتالي ما صابت معه مرة، ما صابت معه ثاني، ما صابت معه ثالث، ما صابت ما صابت ما صابت ما صابت ما صابت. إذا عندك بلايين 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 من السنين يعني ما ظنت أنه بتصيب. فجلس التجادل وتناقش في المسألة هذه إلى ما وصلوا إلى قناعة بالمعطى الآتي، وهذا ليش أنا أقول فكرة الريديوسبل كومبلكسي كيف حجم تأثيرها. وصلوا القناعة، قالوا صحيح إذا كنت تقصد أن الإنسان خرج للكون فجأة كذا بالصدفة فمسلمين لهذا مستحيل يقع، لكن إيش المانع أن الكون كان في بداياته بسيط بسيط، زين، ثم هذا البسيط تعقد إلى ما وصل إلى صورة الكون المعقد اليوم. زين، هذا البسيط أكثر قابلية أن يكون، وبالتالي فكرة الريديوسبل كومبلكسي أن نستطيع إثبات أن في الطبيعة ظواهر معينة شديدة التعقيد غير قابلة للتبسيط والاختزال، هي وجود دفعة واحدة. إذا استطعت أثبت لهم هذا كمثال أنا أناقش، فخلاص يعني سيسلم ويذعن أن ثمة خالق خلق يعني هذا الـ هذا الـ هذا الكون. الشاهد يعني من النقطة، وحاول أستكمل يعني بعد صار يمكن في نقطتين أو ثلاث نقاط ونفتح المجال لأسئلة الإخوة والمشايخ، اللي هو يعني التأكيد على ضرورة الاستجابة لكثير من هذه النوازل، بث روح التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، استثمار أدوات العلم الطبيعي التجريبي لقضايانا العقدية وقضايانا الدينية. يعني هذا ما تيسر ذكره حول بعض التطورات المتعلقة بالملف الإلحادي وبعض القضايا المتعلقة بتطوير الخطاب العقدي. أستكمل يعني بعض النقاط يسيرا، يعني ما بقي إلا واحد اثنين واحد اثنان ثلاثة، يعني ثلاثة نقاط تقريبا متعلقة يعني بتطوير الخطاب العقدي، ثم يعني نفتح المجال للمداخلات الاستدراكات، وأنا حريص حقيقة على السماع منكم استدراكاتكم وملحوظاتكم على المادة اللي ألقيت وكذلك التساؤلات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله.